الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. إذن الإخوة راني يعني المباشر مازالني ننتظر فيكم، خاصة دائما في بداية البرنامج كثير من الإخوة اللي يحبوا يجيوا يشاركوا في البرنامج نتاع إذاعة وطني، ولكن ما يحبوش يتعبوا، ما يحبوش يبحثوا، ما يحبوش يعرفوا. لما توصل للكلام اللي يكون هو في متداول الناس، من بعد الناس كل تولي علماء وتولي مفكرين. المهم في بداية البرنامج دائما الموضوع نتاعنا يتطلب إلى اجتهاد، يعني يتطلب إلى اجتهاد، يتطلب البحث. ودائما هذه هي البرامج اللي حبينا نديروها، لأنه الهدف نتاعنا من خلال هذه البرامج هو مش الكلام، ماناش محتاجين كلام، والله محتاجين على جال باش نديرو تعليقات. تسمى الهدف من خلال البرامج اللي نديروها هو أن ننفد بعضنا البعض. كثير من الناس مع الأسف الشديد هو أنه تلقاه مثلا يردد في مصطلح ولكن ما يعرفش الحيثية نتاعه وما يعرفش المحتوى نتاعه، وبالتالي تلقاه واحد يحكي لك على ابن تيمية عمره لا قرا عليه، تلقى واحد يحكي لك على الديمقراطية ما يعرفش حتى واش معناها، تلقى واحد يحكي لك على السياسة ما يعرفش الفحوى نتاعها، تلقى واحد يحكي لك الحرية ما يفهمش الفحوى نتاعها، يحكي لك على الإعلام ما يعرفش الفحوى نتاعه، وغير إلى غير ذلك. احنا حبينا من خلال هذه النقاشات اللي نجريوها على إذاعة وطني، وبطبيعة الحال نحن لا نقصد الجميع، كاين ناس هكذا دوك ولفوا في القنوات الفضائية، ولفوا في الإذاعات، هو أنه أفتح له الخط وخليه يسب، خليه يتكلم، خليه يسب الحكومة، خليه يسب النظام، خليه يسب الجنرالات، وهكذا. دوك حنا تولي هذه هي حابين هو أنه نديروا حد لهذا الموقف السلبية هذه، ونحاولوا هو أنه في النقاشات نتاعنا خاصة على إذاعة وطني هو أنه تكون كل الحوارات مبنية على منهجية ومبنية على الأدلة، ما يكونش كلام من أجل الكلام، يكون كلام من أجل إعطاء حجج وإعطاء أدلة. إذا كان النظام هو راه قال مثلا على ضلال وراه هو خاطئ، نقولوها بالصوت المرفوع، وإذا كان المواطن أيضا راه خاطئ وراه على ضلال نقولوها، مش لما يكون النظام راه ظالم نقولوها، ولكن لما يكون المواطن هو راه يخرب فيها حنا نتسطروا عليه. لا، حنا حابين من خلال النقاشات تاعنا هو أنه لما نوصلوا للنقطة هذه نتاع أين الخلل نحدوه، يا هل ترى هو راه في المفاهيم، يا هل ترى في النظام، يا هل ترى في الشعب، يا هل ترى في المؤسسات، يا هل ترى في الإعلام، إلى غير ذلك من الأسئلة اللي تدور حول الموضوع. إذن نحن على المباشر، التحق بنا الآن الأخ نوري من إسبانيا، في انتظار هو أنه يلتحق بنا إخوة آخرين. الأخ نوري، الموضوع الثاني اليوم هو حول الشرعية في الجزائر والتغيير. بداية إذا كان ممكن هو أنه ديرنا تعريف حول هذا المصطلح هذا نتاع الشرعية، وش هي الشرعية؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. نعم، شكرا أخ نوردين. في الحقيقة هذا المصطلح هو يتناوله الجميع، ولكن ربما الكثير منا لا يتفحص بجدية المفهوم أو المفاهيم العديدة التي قد يحتويها هذا المصطلح، وبالتالي هو في الحقيقة
هذه الالتفاتة أو هذه الندوة هي في الحقيقة ضرورية، ضرورية لتحديد أو لتوضيح بعض المفاهيم المتناولة التي عليها قد نبني أفكار وتصورات ونظريات ونصل إلى خلاصات عديدة. فالشرعية هي أولا هي اسم يجي من كلمة شرع، اسم مؤنث، مثل ما نقول مثلا القومية جاية من قوم، العقلية جاية من عقل، فالشرعية جاية من شرع، وشرع يعني فيها مثلا الفعل شرع، شرع بمعنى سن، قنن، بين، وضح، أظهر. والشرعية عكسها كذلك اللا شرعية. فالشرعية في اللغة بالمعنى اللغوي هو يعني الاتفاق مع الشرع، أو بالمعنى الآخر هو البيان والإظهار. هذا المعروف يعني المفهوم البسيط في اللغة، وكل واحد يعني له اجتهادات خاصة ويقدر يصل إلى أمور أخرى. فهذه الكلمة كذلك شرعية نجدها في متناول جميع من مصاحبة بكلمات أخرى، مثلا قد نسمع يقول لك محكمة شرعية، أو يقول مثلا العلوم الشرعية، أو يقول مثلا وثيقة شرعية، الرقية الشرعية وهي متوانة بكثير في المجتمع الجزائري، الرقابة الشرعية، الحقوق الشرعية، وكذلك تقدر تلقاها مثلا بالدفاع الشرعي، أو مثلا كذلك الزواج الشرعي، الطبيب الشرعي، وهي كلمة موجودة نعم. في نقول ثاني الطفل مرات هو أنه يقول لك هذا طفل شرعي، نعم، أو غير شرعي، نعم، نعم. هذا يعني هي متناولة في كثير من المنازل، ولا داعي يعني بس نذكر كل المنازل لأنها كثيرة وعديدة. الآن هو في ما يخص المفهوم الاصطلاحي للشرعية، هو في الحقيقة هذا المفهوم له تعريفات متعددة للجوانب، لا يمكننا يعني حصر تعريف الشرعية من اتجاه معين واحد. فمثلا هو في المفهوم العام المتناول العام الآن، الشرعية هي أصلا لها طابع سياسي في المتناول الجميع الآن، يعني كل ما نسمعه في الصحف في الخطابات هو أصلا لما تسمعه يكون عنده طابع سياسي، هذا فيما نراه، فيما نشاهده، فيما نسمعه. ويعني بذلك بهذا الطابع السياسي في الأصل يعني به القبول العام لسلطة سياسية تحترم الدستور وتحترم القوانين المنظمة بين الحاكم والمحكوم. هذا يعني ما هو متناول في العديد كفكرة عامة. الآن هذا المصطلح هو نجده قد استعمل في تاريخ قد مضى، في تاريخ بعيد، ونذكر على ذلك مثلا في اليونان. اليونان قد استعملوا هذا المصطلح ليجيتيموس، وكان يقصد عند الرومان بذلك بهذا المصطلح التطابق مع القانون. وهذا المصطلح بطبيعة الحال تطور وسائر المجتمعات، وجاء إلى دور أنه حسب ما يقول بعض المفكرين أول من استخدمه في العصر في العصور الحديثة هو الفيلسوف والمفكر جون لوك، من خلال محاولته لتحليل ظاهرة السلطة. وثم بعد ذلك تطور هذا المفهوم بعد ذلك، وأصبح يعبر به عن بصفة عامة عن اختيار وتقبل المحكومين للحكام والنظام السياسي، أي كان هناك علاقة تراضي بينهم. بالتالي الآن نرجع إلى هناك تعريف معروف كل واحد يقدر يبحث عليه على الإنترنت، هو حسب الموسوعة الدولية لمفهوم الشرعية هناك تعريف محدد. هذا التعريف يقول في هذه الموسوعة الدولية يعرف أن الشرعية هي تلك الأسس
التي تعتمد عليها الهيئة الحاكمة في ممارساتها للسلطة، وبالتالي تقوم على حق الحكومة في ممارسة السلطة، ومن الجانب الآخر تقبل المحكومين لهذا الحق. يعني كما ذكرنا تكون هناك علاقة تراضي ما بين الحاكم والمحكوم في يعني للهيئة الحاكمة أنها تقوم وتحترم وتلتزم بالحدود والقواعد المتفق عليها. الآن إذا أردنا أن نتطرق إلى ولو بصفة مختصرة إلى تعدد تعريف من الاتجاهات المتعددة، مثلا إذا أخذنا الاتجاه الديني، الاتجاه الديني له تعريف خاص للشرعية، بالتالي هو يرى أن الشرعية ذلك النظام الذي يعمل على تطبيق أحكام وقواعد الدين مثلا، وأن الشرعية في نظرية الاتجاه الديني يرى أنها ذلك الميزان الذي يقوم على الأحكام الشرعية لرضا الله، وأن المشرع هو الله. هذا فيما يخص الاتجاه الديني. الآن مثلاً إذا تطرقنا إلى الاتجاه القانوني، فهو يرى لمفهوم الشرعية بمعنى آخر، يرى أن الشرعية هي خضوع كل السلطات العامة، كل يعني الهيئات، كل يعني العلاقات القائمة ما بين البشر للقانون وللقواعد التي يسنها القانون مثلا، وهي كثيرة عديدة موجودة في يعني هيئات تشريعية عديدة، وكذلك يراها كذلك مثلا في الاتجاه الاجتماعي. الاتجاه الاجتماعي يرى له تعريف كذلك خاص به لهذه المفهوم الشرعية، ومن هنا ينبثق مفهوم مغاير لما ذكرناه سابقا. فهو في الحقيقة هنا في الاتجاه الاجتماعي يتبرور في تصور المجتمع في حد ذاته كأنه كتلة، هذا المجتمع كتلة تحتوي أو بها جماعات متعددة ومتفرقة منسجمة ومتناسقة فيما بينها تحت إطار يسير عبر قوانين ترضي كل الأطراف أو كل الجهات أو كل الجماعات. بالتالي بمعنى آخر تعتبر الشرعية في الاتجاه الاجتماعي تلك القواعد أو تلك القوانين أو تلك الحدود أو تلك الضوابط أو الممارسات الوظيفية العامة أو القيم أو العرف، كل يعني ما يستطيع أن يضبط أو غيرها، التي تجعل غالبية الأفراد ذلك المجتمع يتقبل ذلك النظام القائم ويرتاح ويطمئن ويكون هناك رضا بينهم، وذلك طبعا من أجل أهداف مشتركة يعني كثيرة. هذا ما ربما بخلاصة القول ما الذي أنا أقول في هذا المجال. نعم. ما عرفش إذا عندك إضافات. نعم، شكرا للأخ نوري. فيما يتعلق دائما بالموضوع نتاعنا اللي هو حول الشرعية، الأخ نوري الآن بعد ما عرفنا هذا التعريف هذا نتاع الشرعية، هل ترى فيه أنواع نتاع شرعية؟ نعم، بطبيعة الحال فيه أنواع، ما دام فيه تعاريف كثيرة واتجاهات معها كثيرة بالضرورة تكون هناك أنواع. نذكر مثلا على سبيل المثال، احنا بطبيعة الحال ما نقدرش نلم بجميع الأنواع، ولكن نذكر البعض منها. مثلا الشرعية السياسية المعروفة، الشرعية السياسية التي يعني هي تقوم على يعني خطوات أو مناهج تسير عليها السلطة السياسية، تسير على الأحزاب، البرلمان، السلطة القائمة، يعني كل هذه الأمور هذه اللي تؤطر وتسير وتدير هذا النظام السياسي. كذلك هناك مثلا الشرعية الدينية، الشرعية الدينية مثلا التي هي مثلا تقوم على بالأساس على المرجعية الدينية، على 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 الفقه، على الاجتهادات، على الفقه على الحديث أو ما شابه ذلك. الشرعية القانونية كذلك، وذكرنا يعني تطرقنا لذلك لما ذكرنا التعريف في الاتجاه القانوني. الشرعية الثقافية، هذا النوع كذلك
لأن الثقافة في الأساس هي ملك للشعب، والشعب هو من يحددها، وهو من ينتجها، وهو من يتبناها. ولذلك هناك شرعية تسمى بالشرعية الثقافية، الشرعية الدولية. هناك شرعية دولية معروفة يعني في إطار أو تحت يعني في مبادئ وقوانين تحكم وتوجه العلاقات الدولية، من خلال مثلا ما نسمع الآن هيئة الأمم المتحدة، أو على رأسها مجلس الأمن الدولي مثلا. الشرعية الوطنية، الشرعية الثورية كذلك. وهذا ما نسمع به أنه لما يعني يكون هناك مخالفة للشرعية القانونية، لما يكون هناك استبداد للنظام ويطول ويصبح يعني المجتمع لا ينقاد لهذا النظام، فيأتي هناك ناس يقولوا لازم هناك الشرعية الثورية مثلا لإزالة هذا النظام. يعني هذا ما لدي ما نقول من يخص الأنواع. نعم، شكرا للأخ نوري. المهم نزيدوا نضيفوا نوع من الأنواع اللي تتعلق بالموضوع تاعنا، اللي هي شرعية شعبية، وهذا ما سنتحدث عنه في السؤال يعني اللي بعد نتاع الأنواع نتاع الشرعية. نسمعوا الآن قال شرعية ثورية، نسمعوا أيضا شرعية شعبية، حتى أنه في الدستور يقول لك من أنه السلطات يعني هذه الرئاسة إذا كذا تستمد السلطة نتاعها من شرعية شعبية. دائما نسمعوا هذا المصطلح هذا. يا هل ترى السلطة هذه في البلاد راه هي تستمد السلطة نتاعها من الشرعية الشعبية هذه، سيما هو أنه القانون واضح والدستور واضح من أنه الشعب هو مصدر السلطات. يا هل ترى السلطة في البلاد نتاعنا راه تستمد هي الشرعية نتاعها من الشعب؟ نعم، شكرا أخ نوردي. هو لما نقول يعني لما نطرح هذا السؤال، هو بطبيعة الحال أنا أظن يعني كل مواطن جزائري بطبيعة الحال يقدر يقول لك بكل بساطة لا يعني بهذا الجواب. والدليل على ذلك إحنا نتكلم نوضح الأمر، نقول لا كذلك ونوضح. فالسلطة يعني كي نقصد بالسلطة يعني السلطة في المجتمع الجزائري بطبيعة الحال، ونقصد الشرعية بالشرعية السياسية حتى نحدد المجالات. ربما يجي واحد مثلا بالمفهوم تاع الشرعية الدينية ويخلط الأمور ويقول لا ويصبح فيه. احنا نحدد المفاهيم ونتكلم هنا عن الشرعية السياسية. بالتالي هل تستمد السلطة في الجزائر شرعيتها من الشعب أو حتى من الدستور؟ أنا أقول بكل صراحة لا. لذلك أرى أن النظام أولا الذي أراه في المجتمع الجزائر هو أصلا نظام مستبد، ولما يكون هذا النظام مستبد فمن المستحيل أنه يسمع أو أنه يشارك أو أنه يعني يستمد شرعيته من الشعب. يعني يصبح هناك تناقض إذا كنا هناك نظام مستبد ويستمد الشرعية من الشعب. هذا لا يمكن أن يكون في أي أرض من في أي مكان، من المستحيل يعني تناقض تام. يعني بالتالي الشرعية في المجتمع الجزائر هي في الحقيقة غير موجودة أصلا. هناك يعني تطاول، هناك تمرد، هناك يعني كما نسميه هناك إقصاء، هناك تهميش، هناك استبداد، هناك يعني كل ما قدرت تسميه. وبالتالي الشرعية هنا موجودة فيما بين الحاشية، فيما بين حاشية النظام المستبد، فيما بين الأطراف التي تتعامل مع النظام المستبد بطريقة إن صح التعبير، بطريقة يعني كما نقوله بلطجية مافياوية، بطريقة أخرى لا نراها نحن. يعني هو القانون موجود، الدستور موجود، الشعب موجود، القوانين موجودة، ولكن النظام هذا اللي موجود في الجزائر أو السلطة الموجودة في الجزائر تتعامل بشكل لا نراه، تتعامل بالتليفون، تتعامل هذا الأمر مفروغ منه ونعرفه. إذن أنا لا أستطيع أن أقول بأن الشرعية في الجزائر تستمد من الدستور
أو من 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 البرلمان، مثلا البرلمان هو الذي يشرع وهو الذي يؤطر وهو الذي ينظم وهو الذي يعني ينظر إلى الأهداف المشتركة، هذا غير موجود. ونحن نراه في البرلمان، نراه في الانتخابات، ولاحظنا من خلال ذلك حتى من خلال العهدة الرابعة، وهذا يعني دليل واضح. أنت لما ترى أن الدستور يعدل كيف يشاء ووقتما يشاءون وبالطريقة اللي يشاءون بدون النظر، بدون المشاورة، بدون يعني الالتفات إلى هذا الشأن، فأي شرعية نحن نتكلم؟ يعني أنت لما ترى أن هناك مثلا رئيس استغل المنصب ويعني غير الدستور إلى عهدات وفتح العهدات إلى ما لا نهاية، فأي شرعية هي موجودة للشعب؟ هي محتقرة، حاقرين للشعب. الأخ نوري، نعم، علاش طرحت هذا السؤال درك من خلال التعريف نتاع الشرعية ومن خلال الأنواع هذو اللي ذكرناهم؟ كاين هذه الشرعية الشعبية، كاين الشرعية الثورية، كاين الشرعية القانونية إلى غير ذلك. دونك حنا لما نطرح السؤال على هذا النظام، هذا الشرعية هذه هو منين راه مستمدها؟ يا هل ترى راه مستمدها من الشعب؟ يا هل ترى راه هو مستمدها من هذه الشرعية الثورية؟ نروحوا نشوفوا دوك مثلا، أنت لما تشوف أنت مثلا بوتفليقة وتشوف انت الكلام اللي قالوا علي كافي، علي كافي راهو كان هو يمثل جهة في مع تاع المجاهدين، هذو ما كانش يتحدث بنفسه. تروح انت للشعب على اي اساس؟ تروح للقانون على اي اساس؟ قانون درك مثلا راهو درك هو في الدستور، حتى هذا اللي كان هو يعني موسع اللي حلف عليه باللي راه هو يحترم الدستور وراه كذا وراه كذا، الدستور هو في ظرفه راه اخترقه. دونك هاد الناس هذو دوك اللي راهم هما في السلطه مستمدين الشرعيه نتاعهم منين؟ حتى درك الان رانا شفنا في وقت سابق قال مثلا كانوا يقولوا باللي هذا التوفيق هو رب الجزائر، راه درك صار من المغضوب عليهم. دونك هاد الناس اللي درك هما راهم في السلطه هذوك، يعني اللي راهم درك في الواجهه، الشرعية نتاعهم منين جايبينها؟ ما هم جايبينها لا من الشعب، ما هم جايبينها من هذه نتاع الشرعية الثورية، ما هم جايبينها من هالقانون، منين راها جاية هذه الشرعية هذه؟ هو في الحقيقة الأخ نور الدين هو لا شرعية لهم، عندهم شرعية، هم متمردين، هم مستبدين، هم كما نقولوا احنا استغلوا انتهازيين، استغلوا الظروف بعض الظروف واستولوا على 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 مناصب معينه في السلطه، مناصب حساسه، ويعني تقول الاخطبوط نتاعهم وفقط وانتهى الامر، لا شرعيه لهم. يعني هما كما تحسبهم واحد العدو، واحد الاستعمار جاء ودخل عليك بقوه وخد لك المناصب واللي يطبق يدير كما يحب، نفس الشيء، الا ان العدو له شكل وهذا عندهم شكل يعني في اطار اخوي، يعني شكل يعني عنده باسبور جزائري، عنده بطاقه جزائريه ويمشي بعالم جزائري وبشعارات جزائريه حتى انك لا تقف ضده، هذا هو يعني الفرق بيناتهم. وبالتالي هما لا شرعيه لهم، ما عندهمش اصلا شرعيه. يعني اذا كان الشعب ما حاملهمش، اذا كان ما كانش يعني ما يمشيوش هما، ما يمشيوش على دستور، على عداله، على قوانين معروفة، فهي شرعية. يعني هم متمردين، هم عدونا، هذا هو اللي فين أنا أرى حسب رأيي الخاص، أراهم بهذا الشكل، يعني بكل يعني وضوح وبكل بساطة. بالتالي يعني كي نتكلموا على الشرعية، لا أصلا لا وجود لها، أصلا لا وجود لها. أنا أراهم يعني ناس شغل كيما نقولوا احنا استعمرونا وصاي، وراهم يستغلوا فينا وراهم يديروا فينا كيما يحبوهم بالطرق اللي يفهموهما، والقوانين اللي رانا نشوفوها وهذه الاطر هي فقط فوق الشعب، يعني باش يضبطوا هذا الشعب، باش يتحكموا فيه فقط. وهما هما عندهم عالم اخر، عندهم حياه اخرى، عندهم يعني امر اخر يمشوا به، يعني دوله اخرى، يعني كما نقولوا احنا ما فهمش، يعني ما يمشيوش بهذه القوانين، ما يمشيوش بهذا المفهوم اللي رانا راح يمشوا بمفهوم اخر مغاير. هذا هو انا حسب النظره نتاعي كيف اراه، كيف اتصور لهذا
لهذا النظام الحاكم والشرعية اللي موجودة فيه، يعني حسب طبعا نعم. حسب رأيي الخاص. نعم شكرا الأخ نوري. إذن الحكم في الجزائر هو حكم غير شرعي. نعم غير شرعي، أنا حسب رأيي غير شرعي. كيف؟ كيف ذلك؟ أنا أرى يعني الآن إحنا من كنا نتكلم على الشرعية وعطيناها تعريف، نعم تكلمنا على الشرعية السياسية مثلا حتى لا نخلط الأمور، قلنا أن الشرعية هي عبارة عن قوانين عن قوانين عن قواعد، هذه القوانين وهذه القواعد هي التي يعني تمشي وتسير العلاقة الموجودة ما بين الحاكم والمحكوم في إطار تراضي، يعني يكون الطرف يكون راضيين، يعني احنا كمواطنين نكون راضيين بهذا الشيء اللي راه يديروه في إطار هذه القوانين يعني المنظمة القائمة. فلما يكون هذا الشيء هذا معناه تكون هنا شرعية. إذن احنا الآن نرجع للمجتمع الجزائري ونشوفوا هذا الشيء اللي كان موجود على الساحة فعلا، هل هناك تراضي؟ هل هناك تراضي للشعب أو لأغلبية المواطنين للهيئات اللي موجودة في الجزائر في إطار التسيير اللي تقوم به؟ أنا أرى أنه غير موجود. طرح السؤال على أي مواطن، أنا على أكيد أن أغلبية المواطنين يقول لك أنا غير راضي، وهناك غضب كثير، حتى موش غير راضي، هناك غضب كثير، وهناك يعني ناس وصل كما نقولوا إلى درجة 100% من يعني من الضغط وما شابه ذلك. بالتالي لما نتكلم على الشرعية في الجزائر في هذا الإطار هي غير موجودة نحن الدين، هي غير هي هي يعني أنا أصلا لما تكلمت ووصفت لك وعطيت هذا الموصوف واتفق مع هذا النظام المستبد، لما نذكر ونتفق أنا وأنت والإخوة يقول النظام المستبد، الشرعية هذه لازم نقلعوها من الحساب نهائيا، لأنها لا تتفق، مثل ما تدير النار والماء ما يقدرش يتلاقوا مع بعض في مكان واحد، يا النار يا الماء، يعني هذا هو هنا في نظري كيف أنا شايف. إذن أعود وأقول أن في التاريخ يعني لما نرجع إلى الوراء قليل نشوف أن السلطة الحاكمة في الجزائر جاءت كيف جاءت، انقلابات عن طريق إقصاء، عن طريق تهميش بعض المسؤولين، عن طريق يعني تجاوزات، التزوير في الانتخابات، يعني تعديل الدستور كيف ما شاءوا، هذه الأمور لما نرجع إلى الوراء منذ الاستقلال إلى الآن هي موجودة، هي التاريخ يسجلها وموجودة وكل واحد يطلع عليها ويعرفها. إذن لما نذكر هذه المجالات هذه نتاع تزوير الانتخابات نتاع تعديل الدستور بالطرق اللي عدلها ومشات كيما مشات عن طريق الإقصاء عن طريق يعني كل الأمور اللي صارت في الجزائر منذ الاستقلال، هذا كله يؤكد على أنه غير الشرعية غير موجودة في الجزائر، غير نعم. موجودة، لأن لو كانت موجودة لو ما وصلنا في هذا الحال اللي رانا فيه الآن. الشرعية عندها أهداف كثيرة وعندها يعني أمور يعني اللي هي تؤدي بالمجتمع إلى أمور يعني إلى الرقي، لو كانت موجودة فعلا الشرعية لأصبح يعني لإحنا من الدول المتقدمة، لأن هي الأساس انت 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 يعني انت انت الحر، الفكر الحر هي اساس انت الابداع، هي الاساس انت الكفاءات، هي الشرعيه هي اللي تاثر، هي اللي تمجد هذه الامور، وبالتالي هي اللي تؤدي بالمجتمع الى التطور والى الازدهار والى التقدم. فما دام احنا مازال عايشين في هذه الامور في الحاله الرديئه اللي احنا موجودين فيها سواء في الجانب الاقتصادي او الاجتماعي او الاخلاقي، فهذا يعني أن الشرعية غير موجودة. هذا ما لدي أنا أقول في المجال. نعم. ما عرفتش إلى اسمه. شكرا الأخ نوري. الميكروفون الأخ مولود من الجزائر، مرحبا بك. مرحبا بك الأخ موبين. الله يبارك. تحياتي لك. السلام عليكم. السلام على الإخوة الحاضرين. وعليكم السلام. الأخ مولود، الموضوع تاعنا اليوم هو حول الشرعية في الجزائر والتغيير. نحن الآن في النقطة اللي تتعلق دائما بالشرعية، يا هل ترى الحكم في الجزائر هو حكم شرعي؟ كي نقولوا ما هوش حكم شرعي نعطيه الأدلة اللي باللي ما هوش هو حكم شرعي. تفضل. خلينا نقصنا نعم خذ راحتك الأخ مولود، دوك نعاود نرجع لك.
معلش طفي الميكروفون. إذن الإخوة والأخوات نحن على المباشر اليوم السبت 4 جوان 2016. الموضوع تاعنا اليوم هو حول الشرعية في الجزائر والتغيير، في انتظار هو أنه يعود التحق بنا الأخ مولود. نحاول هو أنه ندير إضافة فيما يتعلق دائما بالنقاط هذه اللي رانا نناقشوا فيها. فيما يتعلق بالحكم في الجزائر نقولها بصوت مرفوع من أنه حكم غير شرعي. كيف ذلك؟ أولا الحكم هذا منين يستمد الشرعية نتاعو؟ منين؟ منين جاء؟ هل ترى هو جاء بطريقة قانونية؟ منين؟ تعرفوا خلي نجيبوها غير فقط من الثورة وارواحه. داروا انقلاب على مصالي الهاج، مجموعة كانوا معاه متفقوش معاه داروا انقلاب عليه. أيضا داروا هذه المجموعة نتاع 22 كاين أشياء اللي متفقوش عليها خرجوا جماعة أخرى. من بعد هاد الجماعة اللي هم فجروا الثورة فيما بعد شفنا منهم اللي تم إعدامه، كريم بالقاسم مثلا، بوضياف مثلا، بوضياف أعدم فيما بعد. هو من الناس اللي راهم زعما هذو الناس اللي راهم يتشدقوا بالشرعية الثورية. بوضياف أعدم، كريم بالقاسم أعدم، محمد خيضر أعدم، عبان رمضان أعدم، وإلى غير ذلك. يعني هاد الناس اللي راهم يتحدثوا على الشرعية الثورية روحوا نشوفوا شكون هما اللي كانوا في المجموعة نتاع 22، شكون هما اللي بقاو في الثورة، شكون هما اللي ما شاركوش، خذوا غير الأسامي، قال راهو فلان قائد وفلان بطل وفلان كذا ولكن هو ما شارك في الثورة ولا محزنون. الناس اللي شاركوا في الثورة منهم اللي تم الإعدام تاعه، منهم اللي تم التهميش تاعهم، شفنا من الذي جرى الفرحة عباس، شفنا من الذي جرى ليوسف بن خدة، شفنا من الذي جرى المصالي الحاج، شفنا من الذي جرى لسعد دحلب، إلى غير ذلك من الناس اللي تم التهميش نتاعهم وابعدوا. كاين الناس ما عدناش نسمعوا بهم خلاص، كاين منهم اللي كان هو من المساهمين في هذه الاتفاقية تاع إيفيون مثل محمد صديق بن يحيى وإخوة آخرين، فيما بعد تم التهميش نتاعهم إلى غير ذلك. كل واحد كيفاش تم التهميش تاعه وكل واحد كيف أبعد. فيما بعد جات انقلاب من وراء خوه، انقلاب جاء على واسمه فرحة عباس، وجا جاي متسلسل حق بن بلة، من بعد جاء بومدين بالانقلاب، بومدين فيما بعد اغتيله جابوا الشاذلي، الشاذلي فيما بعد داروا له انقلاب، جابوا بوضياف فيما بعد عدموه، جابوا زروال فيما بعد ارغموه على جل باش هو يروح، وفيما بعد جابوا بوتفليقة، ومازال السيناريو راهو مازالوا ماشي. اذا هاد الناس هذو اللي راهم يتحدثوا على الشرعية ما عندهم لا شرعية لا ثورية ولا شرعية شعبية، بحيث هو انه قال راهو الشعب الجزائري هو اللي اختارهم طواعية دون اكراه ودون تصوير ودون كذا، ولا عندهم شرعية قانونية. حتى القانون هذا اللي راهم يتشدقوا به هذا القانون هم اول من يخترقوه. الدليل في ذلك هو انه في سنة 1999 شحال كان واحد مترشح؟ كانوا 7 مترشحين. نحن اللي رشحوه في سنة 1995 فيما بعد قصوه بقضية هذيك نتاع من اللي ما عندوش الشهادة تاع المجاهدين، وفيما بعد هذا اللي ترشحوا في 7 6 ترشحوا 6 انسحبوا وبقى بوتفليقة وحده. يعني دوك انتم لو كان نديروا سباق سباق برك و 6 ينسحبوا يبقى واحد، هل ترى هو يفوز؟ على من يفوز؟ يفوز على روحه، على من يفوز؟ ومع ذلك داروه رئيس وحبوا ينسيونا احنا ذركة في هذا الوسمو كامل وعنده شرعية. حتى الدستور اللي داره هو بل عليه، بعد ما كان دستور فيه عهدتين راكم شفتوا من الذي صنعوه، زادوا فتحوه والآن ذوك داروا دستور واحد آخر على جل باش يعاودوا يقنعوا الناس باللي راه كاين تغيير وراه كاين الشخشوخة وهاي كاين المحاجب بزيت زيتون هاي جاية. إذن هما ما عندهم شرعية لا شرعية ثورية ولا عندهم شرعية شعبية ولا عندهم شرعية قانونية ولا شرعية دينية،
هاد الناس اللي راهم كيفاش هما يحاربوا في الشرع، يحاربوا فيه، يحاربوا في العفاف، ويحاربوا في الطهارة، ويحاربوا في الكفاءة، ويحاربوا في النقاء، ويحاربوا في الأحرار، ويحاربوا في الشرفاء. منين الشرعية الدينية هذه اللي راه عندهم؟ منين؟ اللهم إلا من هذوك الناس اللي راهم هما يستقبلوا في النهابين تاع الأموال تاع الشعب بالدقلة والحليب الرايب. أما الناس اللي راه درك عندهم راسخين في العلم الشرعي، ما أعتقد هو أنه يمشيوا معهم. إذن هذه الناس ما عندهم حتى شرعية، ما عندهم حتى شرعية. أخ مولود، أتمنى هو أنك راك صلحت الخطأ. اسمحوا لي باك. نعم. أنا عندي أنا أيام ما خلتنيش عندي دخلت في الوقت في الموضوع هذا. في الحقيقة هو موضوع يعني ما موضوع متشعب شوية. نعم. لماذا الشرعية عند سبتين؟ مثلا تلقى الشرعية القانونية، كي ناس مثلا نشوفوا في العالم المغربي عندهم الشرعية القانونية أو الشرعية الدستورية. احنا عندنا احنا ما قرروناش يعني على الشرعية هذه، ما كنسوا الشرعية من يفديه لك عندها علاقة مع الشرع، يعني مع شرع الله، فيقولوا شيء يعني شرعي. أما اللي كانت في التقاليد تاعنا الشرعية يقدر كاين يعني كلمة اللي تسمى تشبه لها بكري، الناس بكري الشرعية عندهم هي الجماعة، كي تكون الجماعة حكمت على شيء شرعية. تسعة قالوا نعم، واحد قال لا، الجماعة هي شرعية. واحد اللي خرج على الجماعة هذا خرج عن الشرعية. أما في الوقت اللي أنا عايشين فيه اليوم هي الشرعية الدستورية أو الشرعية القانونية، يعني هي عبارة عن ميثاق، عن عقد، عقد ما بين الحاكم والمحكوم. إذا واحد خرج عن العقد فهنا الإنسان هذاك، ففي ثقافتنا الجزائرية لا أكاد أرى شرعية هي مشى عليها النظام الحاكم منذ الاستقلال، بل قبل الاستقلال حتى أقول، فما تربيناش عليها كلمة يعني الشرعية، ما تربيناش عليها. ولهذا مثلا فترة الانقلابات ثم فترة الاغتيالات ثم الانقلابات، احنا عشنا إلا يعني فترة تاع الانقلاب، ولاو هما يأولوا ولاو يخترعوا شرعيات، اخترعونا شرعية طورية، ومن بعد داروا شرعية تاع لمن ساهم في الثورة، ثم الشرعية مثلا إلى قلك يعني تدخل في كما قلوا في يعني في الحداثة. إذا إنسان مثلا نطلقه يعني حاكم في التقاليد تاعو، حاكم يعني في الدين تاعو، الانسان هذاك يقول لك لا، يقول لك هذا انسان مازال متخلف. الا نتمسكوا بين الوضعيه، نتمسكوا بالشيء اللي اسمه العالم المتحضر او ماسك به، فيعني شرعيه يعني علينا احنا ما نعرفوهاش، ما عندناش شيء نقدروا نحتكموا عليه. الا كاين حاجه وحده، الا الشيء اللي متعاقد عليه. مثلا درنا قانون، درنا دستور هذايا اللي هو اللي يبني ويسير الامور تاع الحياه تاع الناس. اذا انسان زاغ عن الدستور هذاك فزاغ عن الشرعيه، هذا اللي بقى اليوم. احنا الان اخ مولود، نعم، ناخذ هذا المثل هذا اللي انت مديته درك. هذا كان في وقت سابق، كانت الانقلابات وكانت التصفيات وكانت الأجنحة وإلى غير ذلك، صارت الأحداث نتاع أكتوبر اللي هي فيما بعد كيما نقولوا جابت دستور جديد. دستور هذا حمل شعار تاعو نتاع أنه هناك إصلاحات في الجزائر. هذا الدستور الجديد هذا اللي هو أعطى الشرعية للأحزاب،
جات ساحه الانتفاضه في الجزائر مفتعله او فيها شق مفتعل. المهم هذيك الاحداث نتاع اكتوبر اللي جات فيما بعد جات هي اعطت الدفع لهذا الحراك نتاع الاصلاح في الجزائر اللي هو تمخض وجاب هذا الميلاد نتاع الاحزاب. جات هذه الاحزاب الجديده هذه في تلك المرحله في 89 بحيث هو انه نشات هذه الاحزاب وفيما بعد اجريت انتخابات بلديه اللي فزت بها الجبهه الاسلاميه انذاك وفيما بعد جات الانتخابات التشريعيه اللي حدث عليها اسكندال كبير اللي نتحدثوا عليه ان شاء الله يوم الغد في القضيه نتاع الاضراب تاع ماي وجوان. فيما بعد الغيت الانتخابات التشريعيه انذاك اجلت الانتخابات وفيما بعد الغيت هذه الانتخابات. اذا هذا الناس الغاو الانتخابات الغاوه مشرعيه، هذه اذا فرضا من انه شرعيه نقولوا الاولى كانت مش موجوده خلاص، وفيما بعد جات في 89 بعد الاحداث هذيك سواء المفتعله او فيها جانب مفتعل، جات شرعية جديدة اللي هي زعمة شرعية شعبية بحيث أنه اعطيت الفرصة للشعب من أجل باش ينتخب الممثلين نتاعو هو أنه يمشي مع هذا الناس اللي هو يختارهم. هذيك شرعية شعبية ألغيت وألغي الدستور تاع 89، تم الانقلاب على الشاذلي، تم الانقلاب حتى على المجلس الدستوري اللي كان هو يصادق على القوانين ونحاو هذاك بن حبيلس هذاك وجابوا واحد في بلاستو، جابوا رئيس في بلاستو، داروا برلمان في بلاستو وكل شيء استبدلوه وفيما بعد مشاو جابوا اسمه هذا بوذياف اللي زعم على جلب باش يعطي لهم شرعية، استعملوا شرعية ثورية نتاعو وجابوه وقتلوه على العام أمام الكاميرات. وفيما بعد جابوا علي كافي اللي فيما بعد نحاوه وجابوا زروال على جلب باش يعطي لهم شرعيه لانه هو كان عسكري وكان هو ضد النظام هذا نتاع المجموعه هذو نتاع العربي بالخير، زادوا سحتوه ارغموه من خلال الهجوم على اللي كان معاه هذاك بتشين والجماعه اللي كانوا معاه. وفيما بعد زادوا عاودوا جابوا بوتفليقه، حتى بوتفليقه في 99 لما داروا هذيك الانتخابات بين قوسين اللي قالوا من انها مفتوحه والى غير ذلك، حتى هذيك الانتخابات تاع 99 للان راهم حابين يديروا شرعيه لهذيك الشرعيه في ظرفها هي مطعون فيها ست مرشحين. تقدر تدخل بوتفليقه في اي يعني في اي خانه من الشرعيه، لك الاختيار. شفت يعني لا انا واش كنت نقصد في كلامي ممكن بعصر بعصرة الأفكار، أنا واش كنت أقصد هذه الثقافة تاع الشرعية ما تربيناش عليها. نعم. حنا الشرعية هذه ما تربيناش عليها، يعني علميا، يعني الإنسان كي يمضي عقد مع واحد حتى في المصطلح القانوني يقول لك العقد شريعة المتعاقدين. كي يكون عقد فهذاك الشيء هو الشرع. يعني تحاكم عليه الناس. يعني ما عندهم، ولكن إذا الناس هذوما اللي راهم اللي كانوا حاكمين زمام يعني مقاليد السلطه في يعني في الجزائر، حتى الناس ما يعني قادر يبدل كما قلت انت، يدير دستور ويدير انتخابات وكذا ومن بعد يعاود يغطي كلش. لماذا؟ لانه هو ما عندوش ثوابت، ما يمش بالشرعيه هذه اصلا، يتلاعب بها يلعب بها يخدم بها يستفيد بها صح، وبالمقابل حتى كذلك ما يعرفش باللي هذا الشيء هذا يعني كي يجي رئيس مثلا يثور يعني حاجه كبيره جدا، يعني ما راهيش يعني ماشي لعب. انا نتذكر خطره في اليونان بعد الانقلاب تاع ديكتاتور دي كولونيل نهار كنا حاكمين في اليونان، ومن بعد جا النظام الديمقراطي هذاك الغاو كانت في بطاقة التعريف في اليونان يكتبوا الديانة تاع الإنسان، هل هو أرثوذكسي، هل هو مثلا يعني كما نقولوا بروتستانت ولا ملحد
حتى كل غاوها الشعب كاع ناض، علاش ناض؟ لان عنده هذاك الشيء ثقافه تربوا عليها من بكري. ناض عندهم كالشرعيه هذيك، كي تلقى نظام ما عندوش ثوابت يتحكم عليهم، الشرعيه يلعب بها كما قلت انت، انت تفضل تقول شرعيه يعني طورية، حتى بشرعيه دستوري هون يقمعك به، وكي تقولوا علاش درت ليها يقول لك هذا القانون يقول كذا وكذا. فالناس هادو قادرين يديروا قوانين لناس ويقول لك هذه شرعيه، اذا المفهوم تاع الشرعيه مازال ما فهمناش. سيكوا الشرعيه هي اللي انا وياك نتفاهموا عليها ونديروا كقانون نتحكموا عليها انا وياك في اخر المطاف، اذا انتزقت من الطريق نعود نرجعك، اذا يعني وهكذا دواليك. هذه هي الفكره تاعي، واترك المجال لاخو ممكن يفيدونا اكثر ان شاء الله. نعم شكرا الاخ مولود. الميكروفون نعود نرجع لك الأخ نوري، في دائما في إطار المشروع، في إطار الموضوع تاعنا اللي يتعلق دائما بالشرعية، في انتظار ربما يلتحقوا بنا إخوة آخرين. الأخ نوري فيما يتعلق دائما بالشرعية، كنا أعطينا مثال يعني قلنا من بين الأنواع نتاع الشرعية هي الشرعية الثورية، يا هل ترى هذا الشرعية الثورية هي راها مازالها موجودة في الجزائر، يعني مازال الناس يتحدثوا عليها؟ يعني تقصد الشرعية الثورية بالثورة اللي يعني اللي إيه؟ الثورة التحريرية. إيه الآن درك الآن مثلا الحديث على الرئاسة، يعني لو ناخذوا الناس اللي هما تقلدوا المقاليد نتاع الرئاسة، ابتداء من بومدين عسكري كان هو مشارك في الثورة، بن بلة كيف كيف، وش اسمه الشاذلي كيف كيف، واسمه علي كافي كيف كيف، بوضياف كيف كيف، زروال كيف كيف، وبوتفليقة الآن هما راهم دايرينو باللي مجاهد وباللي كذا. يا هل ترى درك حنا الآن هذا الشباب هذو درك مثلا قال واحد مثلا ما على باليش أنا عنده 45 سنة أو 50 سنة أو 55 سنة، هو ربما ما شاركش في الثورة، ما حضرلهاش أصلا، هو راهم من جيل تاع الاستقلال. يا هل ترى هذه الشرعية الثورية دوك اللي حنا ذكرنا تكلمنا عليها راها مازالها مستمرة، بحيث هو أن الرئيس لا يخرج على هذا الإطار، يعني قادر ذرك الشرعية هذه الثورية تنتقل. قال البارح كان مجاهد يعني في الآخر في المواصفات، الآن قال مثلا يكون ابن مجاهد ولا يكون اسمه ابن شهيد. نعم شكرا أخواتي، فهمت السؤال. يعني هو في الحقيقة هذا مشكل كبير، هذه القضية نتاع الشرعية الثورية هي أساس المشاكل وأساس يعني أزمة الشرعية في الجزائر منذ البداية. لأن لو لاحظنا مثلا كل البلدان المتقدمة في العالم التي يعني سبق لها وأن شاركت في ثورات وحروب وما شابه ذلك، وعند ثوريين هي كذلك، فلما استقلوا وأعادوا النظام ويعني داروا جمهورية أو ملكية أو ما شابه ذلك، هذا الأمر انساه خلاص، لم يعد له مجال، انتهى. وبالتالي هم استطاعوا أن تكون عندهم شرعية وطوروا البلدان تاعهم ومشوا الأمام. إذا إحنا المشكل تاعنا من الأساس من البداية هذا هو، يعني منذ الاستقلال بدا داك الصراع تاع ثوري هذاك ماهوش ثوري هذا كذا. وهنا ما نساوش هذه القضيه، هذه القضيه لعبوا فيها ناس يعني عندهم عداوه على الجزائر، فهما استغلوا هذه الفرصه نتاع الصراعات اللي كانت قائمه تاع الشرعيه الثوريه نتاع ثوري نتاع ماهوش ثوري. هناك جانب طرف اخر يعني هو استغل هذه الظروف، واش دار؟ كما تعلمون يعني كل الثوريين الحقيقيين قضوا عليهم، يعني اي نجيو نتكلموا عليهم الان ربما هم باقين بعض الافراد موجودين تعدهم على الاصابع، اما الحقيقيين الثوريين كلهم يعني بطريقه او اخرى يعني يهمشوهم يقضوا عليهم يا بطرق اخرى يعني مغايره. بالتالي مع ذلك يعني في المقابل هم في نفس الوقت عملوا على تنصيب كما تشوفوا هذه وزارة المجاهدين، هذه وزارة المجاهدين لاش داروا؟ واش داروا هذه الشرعية الثورية؟ داروها باش يديروا ناس هما، داروها من أجل تنصيب ناس
اللي هما ما عندهمش حتى علاقة لا بالثورة ولا مجاهدين، بل هم أغلبيتهم حركة وأبناء حركة. وكان أدلة بالناس، أنا على علم على إنسان من زمان ثوري حقيقي مشى باش يسجل اسمه في المكتب نتاع المجاهدين، لقى داك الإنسان اللي تسلم الوثائق في المكتب حركي ويعرفه باللي حركي، وبالتالي قال أنا والله ما نسجل اسمي وارجع من وراء الكتاب. إذن هذا مثال أعطيته لك بأن هاد الناس اللي يقولوا الثورة والشرعية الثورية والمجاهدين وزارة المجاهدين وما شابه، هذه كلها لعبة. أما لو جيت معا، احنا فقط في الجزائر لو الآن مثلا كل واحد يمشي ينظر من له الإحصائيات في وزارة المجاهدين القائمة، كم عندنا مجاهد مسجل؟ ما كانش اللي عنده الإحصائيات، ومع ذلك القائمة مفتوحة مازال يسجل لحد الآن. شكون هما الناس اللي راهم يسجلوا؟ هما أبناء الحركة، أولاد الحركة، وفلان وصديقي وصديقك وإلى آخره. إذن هذه هي الشرعية الثورية التي يتكلمون عليها، ليست الشرعية الثورية الحقيقية. بالتالي هي خدعة في نفس الوقت، هي خدعة. وأنا أرى أن هذه وزارة المجاهدين أصلا أن لا أساس لها، لازم تنحى نهائيا. ما تبقاش كل عام تدي 3500 مليار في الميزانية باش تولي تنصب الحركة وابناء الحركة وباش هما ياخذوا المناصب والمسؤوليات ويجيو هما يتكلموا ويدير لك عالم جزائري ويقول لك الشرعية الثورية وحنا الثوريين وهو مسجل في القائمة وما شابه ذلك. يعني هذا هو الخطأ، هذه هي أزمة الشرعية أساسا. يعني هذه هي البداية نتاع أزمة الشرعية في الجزائر. إذن الآن إذا تكلمنا على الشرعية الثورية، مع احتراماتنا لكل الثورية الثوار الحقيقية مثل هذا الحال، احنا لا يعني نقول ما كانش، احترامنا كامل وعلى رؤوسنا هاد الناس هادو، ولكن احنا الآن خرجنا من ذلك النظام، من ذلك النطاق. الخطأ وقعوا فيه مباشرة بعد الاستقلال، لما كان هناك نزاعات ما بين بومدين وجنرالات أخرى وبنبلة، كان هناك صراعات على هذا الأمر نتاع الشرعية الثورية، وهذاك ثوري وهذاك باغي يحكم بوحده وهذاك لا، وصرا الأمر اللي صرا والانقلاب، وقصي فلان ودير في السجن فلان وفلان نفيه من البداية، يعني من الأساس، من هذه النقطة بدا. لو أنهم يعني كان هناك اتفاق كامل، صحيح خرجنا 62 استقلينا مثلا حتى الاستقلال، يعني نقدروا نديروا بين قوسين، الآن كلنا جزائريين، ما بقاتش الثورة، ما بقاتش يعني انتهى الأمر، ما بقاتش يعني حرب التحرير الوطني، صحيح انتهى. الآن لازم نبني الدولة على الشرعية السياسية الحقيقية التي يعني تساير كلنا. شوف شحال من 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 رجال، شحال من رجال سياسيين اللي هم مثلا كافحوا في كلهم قصاهم، هذيك هو رأس المال نتاع الدولة الجزائرية اللي كانوا به يبنيو. علاش يجي واحد يقول يانا هو اللي نفهم ويقصي كل الآخرين ووصلنا إلى الآن إلى الكارثة التي نعيش فيها؟ لو كانوا ذاك الناس هادو بعد 62 مثلا اللي كانوا هم شاركوا في الثورة داروا مثلا في إطار منظم وداروا شرعية سياسية وكونوا شرعية سياسية حقيقية بدون إقصاء بدون تهميش مشارك للجميع، لو كانت هناك شرعية حقيقية إلى الآن ولو كان أصبحنا من الدول المتقدمة وصلنا إلى أكثر مما نراه اليوم. يعني هذا هو التصور الذي أراه بالنسبة للشرعية الثورية. أنا لا أثق في هذا الكلام الذي يقوله الشرعية الثورية، هذه كلها خدعات، هذه كلها تحايلات لنظام مستبد يستغله لتمرير بعض الأمور وبعض الخطط وبعض المشاريع هو يعلمها، والمتفطن لذلك طبعا يعرف هذه الأمور. نعم، شكرا أخي نوري. المهم فيما يتعلق بهذه النقطة برك، فقط على جل باش نرفعوا اللبس، لأنه كاين بعض المغرضين وبعض الناس اللي يتبعوا مثل هذه المسائل يقول لك هذه هي ثغرة، والله هي فجوة، قال هذه الناس راه عندهم خلفيات ضد الثورة وضد الثوار وضد المجاهدين وضد أبناء الشهداء. لا، المجاهدين الحقيقيين وأبناء الشهداء الحقيقيين وأبناء المجاهدين الحقيقيين هادو فوق رؤوسنا، نوضعهم فوق رؤوسنا. حنا الشيء اللي رانا نحكيه لكم فيه هذا راه واقع تشوفوه رأي العين. هاد الناس اللي درك هما يتحدثوا على الثورة، يخي ماناش حنا اللي قتلنا عبان رمضان، يخي ماناش حنا اللي قتلنا كريم بالقاسم، يخي ماناش حنا اللي قتلنا محمد خيضر،
يا اخي ماناش حنا اللي قتلنا بوضياف، ماناش حنا اللي قتلنا قصدي مرباح، ماناش حنا اللي قتلنا زيد وعمر. هاد الناس اللي راهم مدرك هما يتحدثوا على الشرعيه الثوريه، راهم هما اللي بداوا بصحابهم. شكون اللي دار الانقلاب على بن بلاد؟ درتو انا ولا داروا بوتفليقه؟ شكون اللي داروا؟ شكون اللي دار الانقلاب على الشاذلي وعلى الجماعه اللي معاه؟ درتو انا ولا داروا علي كافي؟ اذن احنا ما راناش نجيبو في حوايج من روسنا، راني نتحدثو على واقع يشوفوه الناس. كاين بعض من الناس اللي ربما هما راهم استعملوا، ربما اللي الثقافه الضحله نتاعهم، او ربما راهم وعدوهم استعملوهم في مرحله من المراحل ولكن صفوهم. ها هو بوضياف لما جابوه نهار الاول، لما قالوا له الناس باللي هذو راهم جابوك وراهم حبوا باش يستعملوك وراهم كذا وراهم كذا وراهم كذا وراه نهار تنتهي المهمه نتاعك راهم يقتلوك، ما سمع لهمش. ولكن الواقع اكد باللي قتلوه وباللي استعملوه، هذا واقع. نفس الشيء داروه البوضياف، نفس الشيء داروه الزروال، ونفس الشيء داروه الكثير من الوطنيين اللي هما يضربوا على البلاد، ونحن لا نشك في الوطنيه نتاعهم، ولكن استعملوهم كيف ما الان راهم حابين يزيدوا يستعملوا بعض من ابناء الشهداء. نقولوها باش الشعب ينتبه لهذه المسائل، ومن بينهم علي بن فليس، ومن بينهم حمروش. هذه لازمكم تتخذوها، ديروها في عين العسبه نتاعكم، ما لازمش يخدعوكم. نحن لا نشك في الوطنيه نتاع الناس هذو، لا نشك في الحب نتاعهم للوطن، ولكن هذه العصابات راها من اللور. لو كان ما يكونش فيه عمل كبير، عمل شعبي كبير، بحيث هو انه الناس كامل تتظافر، الجهود كامل تتظافر، واحد وحده ما يقدرش. هاني انا اللي راني نتكلم لكم انا الان، وعندي سنوات وانا راني ضد هذه العصابه الحاكمه. لو كان الان تحطوا لي الحكم ما نقدر ندير والو، حطوه لي تعطوه لي، قال هاك انت اللي راك كنت تتكلم، وهاك وراه عندك مشروع وراك تقول وتقول تقول، اروح حاول الحكم نعطيه لك الحكم، وها هو دير واش حبيت. ما نقدر ندير والو. لماذا؟ لانه واحد وحده ما يقدرش، مجموعه من الناس ما يقدروش، حزب ما يقدرش، لازم عمل جماعي. لازمكم تفهموا هذه المساله مليح، عمل جماعي، عمل جماعي، بحيث هو انه هذ الناس هذو راهم تكلمنا عليها يا اخي، تكلمنا عليها في الموضوع نتاع الدول العميقه، تكلمنا عليها، راهو يقدر الواحد الانسان يشوفه يعاود يسمع الكلام اللي قلناه. هذو راهم متجذرين، راهم مفرخين في الوزارات موجودين، في المديريات موجودين، في القطاعات موجودين، في كل الاماكن راهم موجودين. بالتالي اي شخص، اي شخص مهما كانت المزايا نتاعو، ومهما كانت الاخلاق نتاعو، ومهما كانت القدره نتاعو، ومهما كان الذكاء نتاعو، ومهما كانت الحيله نتاعو، في النهايه يركعوه، لانه هذو مش مجموعه من الناس، هذه راها عصابات مفرخه، عصابات مفرخة في كل مكان، موجودين في الإعلام، عندهم قنوات فضائية، عندهم صحف، عندهم أحزاب، عندهم جمعيات، موجودين في كل مكان. يعني تنحي انت صف، صف الأول تنحيه، تقدم صف ثاني، تلقى في الصف الثاني هذوك راهم ناس راهم يخدموا في نفس العصابة. هاكم شوفوا غير مثال مصر، ها وشوفوا مثال تونس. في وقت من الاوقات لما كنت نقول لكم انا باللي راهم رايحين يعاودوا يرجعوا، قلتوا انتم ما كانش منها. شكون اللي راهو حاكم في مصر؟ شكون اللي راهو حاكم في تونس؟ نفس الشيء في الجزائر. راح توفيق دوك يجيكم واحد اكثر من توفيق، توليو تقولوا يا محلاوي يا ما توفيق. لو كان ما يكونش هناك عمل جماعي، عمل ممنهج، البلاد ما راهيش راح تخرج. عندكم احزاب، عندكم جمعيات، عندكم قنوات، المشكله مش هنا. المشكله هو انه لازم الناس تعمل جماعيا،
ولازم الناس تكون عندهم أفكار اللي تقدر هي تحاصر هذه العصابة. أما هو أنه تستبدل سلطة بأختها، رانا رايحين نبقوا في نفس المشكلة ندوروا، ما راناش رايحين نخرجوا من هذه الأزمة. إذن لازمكم تفهموا هذه المسألة جيدا، احنا ما راناش ضد المجاهدين، بالعكس هذو راهم أبائنا وراهم على روسنا، حلوا الروس نتاعنا نديرهم فوق روسنا ونطوفوا بهم، ماناش ضدهم ولا رانا ضد أبناء المجاهدين الحقيقيين، هذو راهم منا دمنا ولحمنا، المجاهدين الحقيقيين نحطوهم فوق روسنا ونطوفوا بهم، ما عندنا حتى مشكلة، ما عندنا حتى عقدة، احنا رانا ضد الأغبياء اللي راهم يستعملوا فيهم، رانا ضد الحركة اللي راهم مهزين الشهادات نتاع المجاهدين، يخدموا في الأعداء نتاع البلاد وحاطين أرواحهم باسم الثورة وباسم كذا، راهم يخدموا في البلاد. شكون اللي وصل هذو لولا الغباء؟ شكون اللي وصل هذو لولا الوطنية المزيفة؟ ونفس الشيء بالنسبة للإسلاميين، كاين اللي راهو تلقاه اللحية نتاعو والعنبر والسواك وكل كلمة يجيب لك حديث ويجيب لك آية، وهو كل حمار الحمار وركبين عليه، كل مرة يقدوا عليه هاي المسألة هذه درك هذه الأيامات راه نتاع بن غبريط هذه والبكالوريا وكذا، نفس الشيء راهم هما يستعملوا في هذه المسألة ومشي. إذن في هذه المسألة الإخوة والأخوات اللي راكم تتبعوا فينا لازمكم تديروها بعين الاعتبار، هذه المسألة نتاع الشرعية هذه نتاع الثورية، هذا الناس ما عندهم شرعية ثورية، وراهم مازال منهم اللي راهو يستعمل فيها، مازال راهو يستعمل فيها. التحق بنا الأخ عيسى من فرنسا، الأخ عيسى مرحبا بك. الو الو اخ عيسى تسمعوني؟ شغل الميكروفون تاعك بالك لاود راهو طافي. نعم نرضي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ عيسى الموضوع تاعنا اليوم هو حول الشرعيه الثوريه، كنت انا والاخ نوري والاخ مولود كنا نتناقشوا في بدايه هذا البرنامج، درنا تعريف للشرعيه والمفهوم تاعها والانواع تاعها، منين تستمد السلطه من الشرعيه تاعها. الآن رانا نناقشوا في النقطة اللي تتعلق دائما بالشرعية، هل ترى الحكم شرعي وهل ترى هذه الشرعية الثورية راها مازالت سرية المفعول؟ شكرا للأخ نور الدين، مرحبا بالإخوة الحضور. على كل حال الشرعية الثورية بالنسبة لي نور الدين كانت هي عبارة عن غطاء. نعم. غطاء سياسي اللي السيطرة على السلطة منذ الاستقلال إلى اليوم، بالرغم من اختلاف المراحل من 62 ل 65 وبعد 65 79 إلى خلاف، ولكن تبقى نفس الطريقة، هي عبارة عن غطاء لتمرير مشاريعهم. ونظن بعد اليوم في 2016 يعني اللي يتكلم على شرعية ثورية هو غباء سياسي، غباء ايديولوجي، غباء ثقافي. وصراحة نقول لك أنا هي شرعية ثورية من المفروض كانت تنتهي في 62 يا نور الدين، ولكن للأسف الشديد استمرت هذه المؤامرة إلى حد الآن. بالنسبة لي الشرعية الثورية المفروض كانت تنتهي في 62 وتبدأ شرعية أخرى، وهي شرعية شعبية، شرعية صندوق الى اخره. كثير من الناس كانوا يتمنوا تكون الامور هكذا، ولكن سارت الامور سارت طريقه اخرى. هذا بالنسبه للقضيه الشرعيه، ليس هناك شرعيه الان، لان كل الامور توضحت بعد انتشار المعلومات هذا والتكنولوجيا والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. رانا عندنا لقاءات نقاشات مع شباب الى اخره، راهم يقولوا باللي زيفونا كل شيء. المدرسة الجزائرية بالرغم من مزاياها، بالرغم من ديمقراطية التعليم اللي خلات ود الفلاح ود الفقير ود أبناء المدارس يصبحوا مهندسين ويصبحوا أطباء ويصبحوا مسؤولين، إلا أنه غيبت علينا كثير من الأمور وزيفونا كثير من الحقائق التاريخية، وخ
خلونا لولا 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 رحمة ربي سبحانه وهذه الفضاءات اللي راهي متوفرة منذ مدة لا متنا ما عرفناش الحقيقة يا نردين. والحمد لله اليوم رانا نطلعوا على حقائق وندرسوا بعد ونديروا بعد دراسات وبعد المراجع ورانا نشوفوا في امور كثيره. ومن اذاعه وطني كما تكلمنا على امر الزواف يعني ضحكت كي شفت هذاك الزواف اللي في لي بوندا لو بوندا الماء يلحق له الماء يلحق له الماء قريب لصدره. كيفاه غرقناه ولا كيفاه؟ يعني احنا تكلمنا عليها ما عندهاش اسبوعين ردين بعد اسبوعين ربي سبحانه راه نزل الامطار والزواف راه غرق الى قريبا الى ما فوق بطنه. نعم ممكن تكون لعنة الله عليهم ممكن تكون لعنة القدر نسميوها كما حبينا. هذا ما عندي ما نقول نرضي بالنسبة للشرعية وإن شاء الله نواصل معكم النقاش. شكرا الأخ عيسى الميكروفون من فضلك. الأخ مولود هل تسمعوني؟ نعم أسمعك. أخ مولود تفضل إذا كان ممكن هو أن نضيف بعض النقاط فيما يتعلق بالنقطة هذه اللي نناقش فيها حول الشرعية الثورية. ذكرت لي بواحد القصة صارت حقيقية لما انتهت الحرب العالمية الثانية. نعم. وحكم ستالين الحكم يد من حديد. خرجوا الناس يطالبوا بالحقوق تاعهم، يعني درنا الحرب العالمية الثانية وكسرنا ألمانيا عندنا حقوق. أعطوهم موعد في لينينغراد، واحد المكان كانوا يسكنوا لينينغراد ومن بعد ولا ستالينغراد. جابهم لتماك أعطاهم يعني جهاز عليهم بس يعني بالرصاص اللي يسلكش الكهرب. اللي بقى يعني مصمم مات. ومن هذاك النهار ما زادوش كاع تكلموا على الشرعية تاع الحرب العالمية الثانية. فاحنا لو كان جينا يعني كانت ناس مخلصين يعني كانت هذه الشرعية دي تموت كما يعني كما تفضلوا لي اخوات تموت انتهت الثورة خلاص تبدا. يعني احنا تسمحنا يعني لافوت ديالنا كيما زدناش حنا في 54 يعني لافوت ديالنا كيما درناش ثورة. هذاك الجيل دار حنا زدنا من بعد الثورة حنا نديرو عندنا شرعية كيما تفضلوا لي اخوات الشرعية الدستورية أو شيء يعني أمور نحطوها على الطاولة ونسيروا بها يعني الدولة وفرنس صبروا بعضنا البعض كما يقولوا في المكارم وصبروا بعضنا البعض في حوايج ملاح. فالشرعية الثورية هذه غباء دخل حتى يعني وللأسف الشعب الجزائري دخل في الغباء هذا. أبو دياف في النهار جابوه الله يرحمه أبو دياف هذا دار ثورة وثوري الناس قاعد تكلم عليه وهذا راح يصلح هكذا كيما دا بمجرد أنه عامل الثورة ثم دار ثورة كان قادر يبني دولة ليس حتميا يكون يقدر يكون ما يقدرش يسير دولة. فأنا قلت لك احنا ما عندناش الثقافة هذه تاع الأمور الشرعية هذه يعني نديروا أشياء نحطوها ثم نصادقوا عليها ثم الإنسان يعني يتحكم فيها. ولكن حتى ولو فعلنا هذا يعني أنا ما نتاع الجزائر الشرعية ما نلمش كاع بشكل تاع الجزائر الشرعية. لماذا؟ لسبب بسيط جدا. نضربوا مثال مثلا بالحكومة الفرنسية، هي حكومة شرعية منتخبة وزراء تاعهم معينين المجلس تاعهم منتخبة وعندهم انتخاب يعني سوفراج يونيفرسال هم هو الشعب وفض عليهم نضاء ترى يتعيش ربيع عربي يعني كيفاش يعني هذا النظام غير شرعي؟ لا بل هو شرعي
ولكن عنده ولكن سن قوانين ما مرضاش الناس وراهي في خراب في راسه. حبيت تقول لي الاخ مولود من انه الشرعيه مش بالضروره تجيب لك الاحترام تاع الناس. لا هي من اهم لا هو الشرعيه تجيب الاحترام. لا كاين فرق. الشرعيه الانسان اللي يحترم الشرعيه مثلا شرعيه سميها ماشي حتى تكون شرعيه الصندوق مثلا نحكموا شرعيه الصندوق. انسان حكم في الحكم حكم مده 20 سنه هم داروا يعني داروا اصلاحات وقال لك خلاص اختار ما نزيفوش كما يقولوا الانتخابات فرست الانتخابات فرست انسان اخر وسلم السلطه وما كاش عنف وما كاش انقلاب يعني قبل باب الامر الواقع تجيب الاحترام بصح ماشي هي اللي تنحي لنا المشاكل تاعنا في الجزائر كل ماشي غير هي هناك مشاكل يعني انا والله في يعني في يعني في بعض الاحيان كيفاش كسروا الشعب الجزائري كيفاش تكسر يعني الشعب الجزائري الى فتره بعيده كان يمارس يعني السدم في مرحله يعني في صدفه هكذا جاء الحزب الواحد المنهج الواحد الفكر له اخ مولود واحد نعم شوف كاين نقطه اللي الان راها تطرح في نفسها ما صارت الاحداث صرا اللي صرا في الجزائر بحيث هو انه صارت عده انقلابات. المهم جات هذيك الاحداث نتاع 88 اللي نقدروا نقولوا انها كانت هي جسر نتاع عبور ولا كانت همزه نتاع وصل بين جيلين والله بين اجيال. هذيك الاحداث نتاع 88 كما قلت منذ قليل سواء كانت يعني بشكل عفوي ولا كانت بجانب منها لمفتعل او كانت يعني كلية كانت مفتعلة. المهم نشأت احزاب سياسية سميت بالاحزاب الشرعية واجريت انتخابات بلدية وانتخابات برلمانية وحتى اطلق عليها من انها انتخابات شرعية. الان ذرك راه كاين احزاب نتاع 89 وكاين احزاب ظهرت بعد الاحداث هذه ايضا اللي هي نتاع احداث ما اللي سموها البعض سموها احداث نتاع الزيت والسكر. كاين احزاب جديده. يا هل ترى ذوك الاحزاب هذه وشكون انت في بالك انت هي الاحزاب الشرعيه؟ يا هل ترى هي الاحزاب الاولى اللي جات بعد الاحداث تاع اكتوبر او اللي جات هي بعد الاحداث هذه نتاع السكر والزيت ولا هذا ما يسمى بالشيلي العربي؟ واحد الاخ نور الدين لان اذا تقول هذا حزب شرعي يعني بمجرد ان يعطوه يبدل اوراق الاعتماد في وزاره الداخليه فهو حزب شرعي. لينا من فضلك ان يتكلم. نعم. فبمجرد ان الحزب يتسلم اوراق الاعتماد فهو حزب شرعي. ولكن كيف درك انت درك هذا اللي هو لا شرعي يعطي الشرعيه كيفاش؟ ففهمنا ترى في هذا الشكشوكة هنا راه دخلنا في مجادله سياسيه لا, لا 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 نحكيك بواقع نحكيك بواقع ماشي قضيه نتاع مجادله. انا راني نطرح في اسئله على جل باش نناقشوا بعضنا باش ما يبقاوش يبلعطوا فينا. كيفاش هذا اللي هو لا شرعي تمكش تعترف به باللي راه حكم شرعي وتروح تطلب منه على جل باش يعطيك قاعه؟ فهمني كيفاش انت هذا لا تعترف بالشرعيه نتاعو تقول انت باللي برلمان مزور وقاعد فيه حكومه مزوره وقاعد فيها؟ فهمونا في الخلطه هذه. صح صح يعني فهمت. انا قريت واحد المقال كتبوه يتحمد في 89 كتبوه في جريده تاع حزب القوى الاشتراكيه نسيت اسمه ما نذكروش. قال هذا التصرف هذا ان الحزب لما يحب يعني يسمى وانسان يحب يخلق حزب يروح يلاقي يجيب الاعتماد تاعو من وزاره الداخليه قبل غير دستوري هذا يعني ما يناقش هما يعطوك يعني انت عندك فكره دير حزب تروح دير حزب
ولكن يا سير الانسان يتوفر الشروط، اما هما اللي يعطوك الميزانيه يعني يصادقوا ويقول لك نعم ام لا، فهذا غير دستوري، هذا يعني منافي للحريات. فعندنا هذه المشكله، هذا صحيح هي اللي تمد شرعيه الاحزاب. نعم نور الدين، واش هي واش هي الاشكال تاعك مليح؟ شوف احنا كنا نتحدث الميكروفون دوك نعاود نرجع لك الكلمه. كنا احنا دوك احنا في الموضوع نتاعنا هذه نتاع شرعيه، درك هذه السلطه هي منين تستمد الشرعيه نتاعها؟ تستمدها من الشعب. الشعب ما عطالهاش الشرعيه، بدليل هو انه الشعب مثلا في الانتخابات نتاع 91 ونتاع 90 الشعب صوت الى حزب نتاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ، صوت الى الجبهه نتاع القوى الاشتراكيه، وصوت لجبهه التحرير. هذا الناس اللي درك هما يتحدثوا على شرعيه شعبيه، هما ما اعترفوش بالشرعيه الشعبيه، وزادوا هذا الشاذلي اللي هو بين قوسين رئيس الشرعي، يا اخي كان بومدين من قبله رئيس شرعي، نقلب على بن بلة وبن بلة نقلب على وسمو، كلهم شرعيين، راهم هذو كل شرعيين، واحد منهم عنده شرعية. بن بلة جاء عن طريق الانقلاب، بومدين عن طريق الانقلاب، شاذلي جابوه العسكر، بوضياف جابوه العسكر، علي كافي حطوه العسكر، بوتفليقة حطوه العسكر. شرعية منين؟ شرعية ثورية وريها لي، شرعية شعبية وريها لي، شرعية قانونية وريها لي، شرعية دستورية وريها لي. كيفاش درك هذه الأحزاب درك هي أحزاب شرعية؟ النتائج هذه درك نتاع البرلمان هذه درك، يعني درك أنا حاب نفهم هذو درك اللي درك راهم يحبوا يفهمونا درك في هذه الشرعية هذه، منين؟ منين جات الشرعية هذه؟ درك إذا كان فرضا من أنه درك نقولوا الأولى شي اللي صرا، ونحن نعترف بذلك من انه الله غالب، الشرعيه كانت للدبابه وشرعيه كانت للكلاش، الناس اللي هما فرضوا الواقع نتاعهم فرضوه بالكلاش، نسلموا بهذا الامر من انه كانت الشرعيه لجيش التحرير، وقع ما وقع. المهم تفهموش في بعضهم في المؤتمر تاع طرابلس هذاك ودخلوا للعاصمه وحدث اللي حدث، المهم راح بن بلة جابوه مدين مع الاخطاء نتاعهم تحسب لهم بعض الاشياء. ما نقدرش الانسان هو انه ينكر الانجازات، ما يقدرش الانسان ينكر، وماناش من النوع هذاك اللي يتنكر اللي هو انه يشوف الشمس وهو يقول لا لا. وقعت انجازات، حدثت انجازات، وهذا الناس تحسب لهم. يعني الانسان هذا راهو عنده سيئات وعنده حسنات، اللي راهو عنده الحسنات بزاف ربي يبارك له ربي يزيده، واللي راهو عنده سيئات بزاف حنا نقولوا ربي يعفو عليه، هذا واش نقدروا نقولوا. المهم جات الاحداث هذه نتاع 88، فرضا من انه الشيء اللي كان من قبل راهو شيء ما كانش مبني على الاساس، حبوا باش يديروا اساس عن طريق شرعيه شعبيه. شرعيه شعبيه اللي راها طعنت في 90 وفي 91، بحيث هو انه الغيت الانتخابات، والناس اللي كانوا على رؤساء على رؤوس البلديات ادخلوا السجون، وراحت الناس للمعتقلات، وفيما بعد البرلمان هذاك جابوا ناس من بينهم هذا سفياني جيلان حطوه ثم، حطوه في هذا المجلس الانتقالي ولا اسمه، هذا واحد من الناس اللي جابهم. هذو اللي الان راهم يحدثوا فينا من انهم احزاب شرعيين، هم اول من طاعنا في الشرعيه، وداروا مجموعة من تو حمص من بينهم هذاك مناصرة اللي راهو دوك مسميها جبهة التغيير، كان هو من أعضاء هذو نتاع هذا البرلمان، هذا برلمان بين قوسين هذو سموه نتاع المجلس الانتقالي هذاك، وغيرهم من هذ الناس هذو. درك هذو دوك فهمونا دوك واش من شرعية تحوسوا عليها. هذه الشرعية نتاع الأحزاب هذه اللي راهو جاب بها الدستور تاع 89، والا هذه اللي جاب بها دستور تاع بوتفليقه. فهموا نظرك، تفضل الاخ مولود. انا ما نقدرش نعطيك الطرح تاعي. انا قلت لك هاد الناس كما قلت كما يقولوا بالفرنسيه يعني دي لوا دي فوا،
ما تقدرش ما يتحكموا الى حتى شيء. نعم. الشيء اللي يتحكموا عليه هي القوة. ولكن مؤسف ان بعض الدعاة نقولوا ما بين قوسين العلماء ولو استحض جديد يقول لك حكم الغلبة. هذا راهو داخل في الفقه الإسلامي. هذا يقول لك الغلبة والقوة. يعني إذا الإنسان تمكن بالقوة واستتب له الأمر فهو شرعي. إذا شرعية القوة، شرعية الكلاش. لا، هذا موجود، الأخ نور الدين موجود في كتب، موجود في محاضرات، موجود في مساجد. ما راهوش يعني نبتكروا. أنا إذا راني مهبول قولوا لي. هذا الشيء راهم نسمعوا فيه. علماء يقول لك أن الإنسان إذا استتب له الأمر حكم بالقوة والحديد، خلاص هذاك شرعي. يجب علينا الطاعة، السمع يعني والطاعة. هذا معروف. ما نظنش أن هذا يخافي عليك الأخ نور الدين حتى الإخوة. فقلت لك هذه الشرعية كل واحد كيفاش يفهمها. أنا عندي يعني خطوط عريضة تاع الدولة الجزائرية، والدستور اللي نقدروا نتحكموا عليه هو بين أول نوفمبر. أنا عندي هذه هي الشرعية. نعم. لماذا بزاف؟ هذا هو البيان اللي نولوا له، اللي نقدروا نولوا له. أما أشياء أخرى، أنت ذكرت مثلا شرعية 8 أكتوبر 88. نعم. أنا مثلا من الناس اللي أنا نامن يقين جازم باللي الأحداث تاع 8 أكتوبر كانت أحداث مفتعلة. يعني الشعب كان خايف 25 سنة، وفي عشية وضحاها يتهز عن بكرة أبيه. يعني ما قاعد الجزائر قاعد تنوض. يعني سبحان الله، وشكون يعني هل هناك أحزاب أو تنسيق في هذاك الوقت؟ لو كان كان يوزموا الفيسبوك وما ينوضش في ضربة واحدة. يعني مفتعلة. يعني ما إنسان جازوا دكتور، جازوا شحال من سنين. انا عندي هذه والله الشرعيه، انا الشرعيه الوحيده اللي نتحاكموا عليها هي شرعيه بيان اول نوفمبر. لماذا؟ لان كتب بدماء مليون ونصف مليون شهيد. انا هذه شرعيه عندي. نعم. ثم الناس باسكو هذاك البيان ذاك البيان عنده بيانات للدولة الجزائرية اللي راح تتبنى من بعد الثورة. نعم. الجزائرية من بعد ما تجي غير يعني الثورة، كيفاش تكون الدولة الجزائرية من بعد؟ في بيان وفي المقدمة تاعو بناء دولة جزائرية ديمقراطية تحت مبادئ إسلامية. نعم. شكرا. شكرا اخ مولود، راهو عندك تقطع في الخط نتاعك. الاخ نبيل من وهران، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخوه اللي راهم دائما معنا في الراديو. نعم. كنت سمعت في الاول عن الشرعيه الثوريه. نعم. بعد توليت عاود شغل قفزتوا الى الشرعيه الدستوريه والشرعيه الانتخابيه والشرعيه نعم. انا بغيت ندخل فيما يخص الشرعيه الثوريه، واللي يتكلم باسمها الشرعيه الثوريه، واللي يصطدر يحاول يقفز يديرها كحجره باش يطلع فوقها. نعم. مانيش عارف انا دروك هاد الشرعيه الثوريه. مثال، لو كان يخرج دستور دروك ولا قانون ولا تخرج اي نوت. نعم. يقول لك هاد الثوريين ولا اللي كانوا في المجاهدين ولا ابناء المجاهدين جميع نوقفوا المنحة هذه اللي يعطيوها لهم، وغادي تتوقف الليسونس اللي كانوا يعطوا لهم. نعم. وغادي يوقفوا الطاكسيات اللي غادي يعطوها لهم والمزايا ولا الليسونس تاع القهاوي وهادو كاع، كلشي يتوقف.
اسكو يزيد واحد تجبر عنده لاكارت هذيك تاع المجاهدين. انا تبان لي كل واحد كاين اللي يودرها وكاين اللي يقطعها وكاين اللي ما عنده يقول لك ما عندي ما ندير بها بويسكو ما نخلصش بها ما ندير بها والو ما تعطيني حتى مزايا ما نكارديهاش. اذا وراء هذه الشرعيه الثوريه نورمالمون مش الشرعيه الثوريه واحد يامن بها ويناضل من اجلها دونك لوجيكمون وكان نقلعوا لهم هذه المزايا يزيدوا يهضروا يتكلموا بالشرعيه الثوريه. اخ نبيل واه شوف نكونوا موضوعيين الميكروفون دوك نعاود نرجع لك الكلمه نكونوا موضوعيين ونكونوا منطقيين درك نقولوا مثلا في وقت ما كانوا هذ الناس اللي هما سهروا على البلاد نتفقوا معاهم نختلفوا معاهم اخفقوا في بعض الاشياء وفقوا في بعض الاشياء هما ارتأوا من انه يديروا قانون في الدستور على جلب شو قال مثلا المرشح للرئاسة لابد هو انه تكون تتوفر فيه بعض الشروط من بينها هو انه اذا كان هو مولود في سنة كذا لابد هو انه تكون عنده القضية الوسمو هذه نتاع الشهادة نتاع المجاهدين. لماذا؟ لانك لما تكون انت في المرحلة نتاع الثورة ما راكش مجاهد واش معناتها واش راك حركي. خلينا درك قضية نتاع انه مثلا واحد هو قال مثلا ما عطاولوش لاتيستاسيون باسكو قال مثلا هو دار 6 سنين ما خدمش 7 سنين او قال مثلا هو ما دارهاش مثال، لكن انت راك رايح تتقدم للمنصب رئاسي والبلاد هذه راه خرجت من ثورة. يعني درك مثلا في وقت من الاوقات تقدر تقول باللي هذ الناس راهم داروا هذا الشرط حتى يمنعوا التسلل للناس هذو الحركة والله هذ الناس الخوانة ولا. ولكن لما انت يصير الخائن ويحكم في البلاد مازالك انت تجي تحكي لي انت على لاتيستاسيون كومينال؟ هذا لما يصيروك ناس هما يضربوا يقتلولك رئيس من المفجرين تاع الثورة يقتلوه امام الكاميرات والانسان اللي يجي هو يدير تحقيق على جال باش هو يكشف القاتل تاعه يقتلوه. واش مازالك انت تحكي لي على الثورة؟ واش مازالك انت تحكي لي انت على الشهادة تاع الاخر؟ اتمنى هو انك راك فهمت الرسالة تاع الاخ نبي. تفضل. أنا فهمت الرسالة تاعك وراك باغي تروح. استدير أنا قلت لك نجيك من الأول من بديتو انطلاقة شوية باسكو أنت هدرتو على الشرعية الثورية واستدير الناس اللي راهم يتكلموا بها ولا نهضروا على كما نقولوا استدير لي جون. يبدو هو انك ما تبعتناش من البدايه الاخ نبيل. لا تبعتكم باسكو كنت نسمع بلا راديو. نعم بلا ما تقول كنت نسمع بلا راديو وكملتو في كنتو في التوريه. نعم حنا المهم الاخ نبيل درنا الشرعيه الدستوريه وباسم الشرعيه الثوريه انهم حكموا الناس بدات تحكموا على بالي استدر. دونك قلت لك استدر الشرعيه الثوريه هي ماشي امتداد انك اوتوماتيكمون استدر تدي الشرعيه الدستوريه ولا الشرعيه الانتخابيه. نعم استدر قادر دروك صاير انا في دي جينيراسيون اللي بالك وبالك استدر شكون قال لنا باللي ان حركي واحد ولد حركي ولا ولد ولده شكون هو اللي ما غاديش يخرج لنا من المأزق؟ هو ما غاديش يدي لك سموه لا يتحاسب على جده ولا يتحاسب على ابوه. وهذا اللي رانا فيها واللي نادوا بها بعض اولاد الحركه وقيل اللي راهم عندكم تما فرنسا وتنجم تسالهم ولا تتناقش معهم بالك هو اكثر وطني باسكو اكثر وطنيه من البعض
بحكم انه قرا التاريخ وقرا تاريخ الجزائر وقرا الثوره الجزائريه، ما كانش ما استطر اني تي با داكور افيك اللي دارها جده ولا اللي داره والديه. كواك استطر بالك كي راحوا استطر، كانت ان ما ننساوش ان تانك اللي كانوا حركه ان الازواج تاعهم الزوجات تاعهم اسكو كانوا داكور ولا مغلوب على امرهم. 80% كانوا مغلوبين على امرهم الزوجات تاعهم، دونك الاولاد تاعهم ما اختاروش هذاك لافوا اللي داهم اللي داها الاباء تاعهم. هذيك حاجه واحده اخرى، هذه حاجه واحده اخرى. دونك استدر كما قلت انت ما نقعدوش بواحد باش يدير حزب او حركه او جمعيه او كسموه يليق تكون عنده شرعيه ثوريه ويلقى يكون عنده هذاك البصمه ولا الخاتم تاع الثوره الشرعيه. كما قال لك واحد الاخوه انا ماشي الدم تاعي اللي ما زدتش في افوال 54، انا ماشي الدم تاعي اللي ما زدتش جدودي مثلا جدودي كانوا ثوريين، هل الذنب تاعي هذا؟ نعم. انا بالك انا عندي افكار اللي توصل البلاد للامان، وبالك توصل بالك الدولة تاعنا توصل ولا البلاد تاعنا تخرج اقتصاديا منا مش عارف انا من هذه المشكلة، ولا ديرها في الصفوف الكبار تاع الدول المتقدمة. نعم. علاش نقصيوه بأن جده كان حركي ولا أبوه كان حركي؟ علاش من الحاجة الوحيدة اللي تخرجنا من هذه أنك تدي الشرعية الشعبية. إلا كان الشعب عطاك شرعية دونك ما يقلح لك حتى واحد، ما يقدر يقلح لك حتى واحد، وهذا هو نعم. شكرا الاخ نبيل، كنت راح نعطيك الكلمه الاخ شريف من غردايه. المهم للاسف الشديد هو انك راك خرجت الاخ شريف. المهم اذا كنت تحب تعاود تدخل مرحبا بك، نحن على المباشر. فقط قبل ما نعاود نرجع لك الاخ نوري والاخ عيسى من فرنسا، الاخوه والاخوات اللي راك متابع فينا الاذاعه نتاع وطني، هو انه استحدث برنامج جديد اسمه الاستاذ. البرنامج هذا هو اعتراف بالمجهودات نتاع الأستاذ، وإذا كان فيه إخوة هذا البرنامج هو يهم كل الجزائريين والجزائريات اللي قرأوا في المدرسة، سواء في المرحلة نتاع الابتدائي نتاع المتوسط نتاع الثانوي في الجامعة في الداخل في الخارج، يهم الناس كل. إذا كان فيه إخوة أوفياء للأساتذة نتاعهم، عندهم أساتذة يحبوهم، خاصة إذا كان هذ الناس راهم موجودين في الخارج يساكنين في الخارج وراهم نقولوا مثلا تقلدوا مسؤوليات، قال مثلا راه واحد صار طبيب مع البليش أنا في أكبر المستشفيات أو صار مهندس أو صار عالم أو صار قال كذا راه يخدم في شركة من الشركات الكبرى. إذا أنت وطني تفتح لكم هذه الفرصة على جل باش من خلال التراكمات هذيك اللي راح نديروها عن طريق هذا البرامج رانا راح نفتحوا آفاق كثيرة، راح نعودوا اللحمة بين الجزائريين، وراح ننسجوا خيوط نتاع التواصل بين الجزائريين، وراح نحقوا أشياء كثيرة ليس المجال لذكرها الآن على المباشر. إذا كان فيه إخوة مهتمين بهذا المشروع هذا اللي هو دائما يدخل في الإطار تاع المصالحة، البرنامج هذا نتاع الأستاذ رايح يفتح لكم هذه الفرصة على جال باش تلتقيوا بالأساتذة نتاعكم. أي واحد من الإخوة راهو عنده تواصل مع الأستاذ نتاعو يتصل به ويجيبوا لهنا الإذاعة نتاع وطني، قال أرواح نديروا موعد في برنامج يكون إن شاء الله باليوم نتاع الجمعة، ولا نختاروا له يوم اللي يساعد الناس ونلتقيوا ونتناقشوا. يا إما هو أنه هذا التلميذ يناقش الأستاذ نتاعو، هو أن نكون فقط نسير في الأمور تقنيا، أو هو أنه نقترح أنا مثلا بعض الأسئلة على جل باش ننشطوا الحوار ونلتقي إن شاء الله على هذا الحوار تاع المحبة ونتاع الأخوة، باش نساهموا من خلال هذه النقاشات
على جال باش نعاودوا نرجعوا هذا اللحمه بين الجزائريين. هذا البرنامج راه رايح يفتح افاق كثيره بامكان المشاهير هذو اللي راهم موجودين في وسائل الاعلام، لاعبين، ما على باليش انا ضباط خرجوا، قال ما على باليش انا. المهم هذا البرنامج هو مفتوح للناس دون استثناء، دون استثناء، يعني كي الناس اللي نحبوهم كي الناس اللي ربما عندهم مشاكل معنا. هذا البرنامج راه مفتوح دون استثناء، اي واحد من الاخوه يقدر هو يعرض الاستاذ نتاعو، سنكون سعداء على جل باش نستقبلوه مع الاذاعه نتاع وطني ونساهموا من خلال هذا البرنامج في اعاده الاواصر، في اعاده اللحمه بين الجزائريين. وان شاء الله اذا عمت هذه المحبه وعمت هذه الاخوه رانا رايحين ان شاء الله نصنع هذه المصالحه نصنعوها على ارض الواقع من خلال هذه الافعال، لانه ما احوجنا هو انه نلقاو واحد يعترف بالاستاذ نتاعو ويرد له الجميل، خاصه اذا كان هو راهو درك الان صار مسؤول وكذا، والاستاذ نتاعو راهو جاي في قريه نائيه ولا راهو جاي في كذا، واحد ما راهو سمع به. الاذاعه نتاع وطني تفتح لكم هذا المجال وتعطيكم هذه الفرصة على جل باش تتواصلوا مع الأساتذة نتاعكم اللي راهو في الداخل اللي راهو في الخارج. المهم لو كان جات عندي الإمكانيات لو كان ندير بهذا البرنامج ندير به أشياء كثيرة، ولكن المهم مع ذلك عندنا هذا الميكروفون نحاولوا من خلاله إن شاء الله هو أنه نسمعوا هذا الصوت. إذا كان إخوة يهمكم هذا البرنامج بإمكانكم هو أنه تتصلوا بي عن طريق سكايب راديو وطني، او عن طريق الحساب نتاعي الخاص تاع سكايب، او عن طريق الحسابات اللي راه موجوده على الفيسبوك. اتصلوا بيا فقط نتحدث معكم نديروا موعد وان شاء الله نديروا برنامج، وان شاء الله اذا كان فيه ايضا اخوه في مجموعه، مش بالضروره يكون واحد، مجموعه قال مثلا نديروا جست للاستاذ نتاعهم، مجموعه قال ما على باليش انا في غردايا، قال في عنابة، قال في تبسة، قال في العاصمة، في بريطانيا، في أي مكان مجموعة من الطلبة عندهم أستاذ يحبوه، عندهم أستاذ يرتاحوا له كذا، يجيبوه وإن شاء الله عن طريق هذه المحبة اللي رانا رايحين نصنعوها رايحين نحقوا أشياء كثيرة. نعود نرجع لك الأخ نوري فيما يتعلق بالنقطة هذه نتاع الشرعية نتاع الأحزاب، يعني في بالك انت وشكون هي الاحزاب اللي عندها شرعيه؟ يا هل ترى الاحزاب اللي هي نشات بعد الدستور هذا نتاع 88 89 بعد الاحداث تاع 88، والا الاحزاب هذه اللي جات بعد حدث الزيت والسكر؟ نعم، شكرا اخ نورتي. هو في الحقيقه انا في رايي ارى ان الاحزاب اللي نقدر نقول باللي عندها فعلا شرعيه حتى ولو ان الدوله يعني ما كانتش عطاتها شرعيه، لان الشرعيه ماهوش بالضروري ان يجي نظام مستبد حاكم ليس له شرعيه يعطيك ورقه مكتوب فيها انه يسلم لك الشرعيه، ليس بهذا الشكل. يعني يقدر النظام ما يعطيك الشرعيه، هذا النظام مستبد، ولكن في الاصل تكون عندك شرعيه، يعني يكون الشعب يسمع لك يمشي معك يحاول كيف يتساير معك، وبالتالي انت اصلا عندك شرعيه. فانا ارى ان بالدرجه الاولى الاحزاب اللي نقدر نقول باللي عندها شرعيه بهذا الشكل اللي تكلمت عليه هي الاحزاب اللي كانت تخدم في السر قبل يعني صدور التعدديه الحزبيه، لان هذه الاحزاب بشتى انواعها ربما نتفقوا معها ولا ما نتفقوش، ولا كل واحد يعني هو حر في رايه وفي ايديولوجيته، ولكن هي فعلا كانت تقاسي، كانت تعامل، وبالتالي كانت عندها يعني لو تلاحظوا الاحزاب اللي كانت تعمل في السر حتى ولو كانت في السر ويحاربوها والمخابرات والبوليس وما كانش الكلام وممنوع وما ذلك، ولكن كانت عندها قاعده شعبيه تمشي معها وتدافع عليها، وربما كانت هي اللي دفعت باش يعني وصلت للتعدديه الحزبيه فيما بعد ذلك. نعم، بعد يعني صدور التعدديه الحزبيه في التسعينات بطبيعه الحال هناك احزاب عندها شرعيه، هناك احزاب كما لاحظنا يعني من خلال الانتخابات التي صدرت وشفنا يعني كيفاش كان
الحملات كانت تمشي والشعب كيفاش كان يساهم وإلى ذلك، رغم أن كانت الديمقراطية فتية، وأنا أرى أنه ما لازمش تكون في تلك الظروف وفي تلك المرحلة تلك التعددية، ولكن أنا أرى كان فيه نوعا من التعددية الحزبية، حتى ولو أنها ربما مختصرة على بعض الأحزاب بصفة معينة، مثلا نجيب حزب التحرير الوطني، أو مثلا الأفافاس، أو يعني الأحزاب المعروفة اللي كان، حتى حزب التحرير الوطني كان مازال فيه أعضاء مناضلين وطنيين حقيقيين يحوشوا كيفاش يبنيوا الدولة بطريقة أخرى، أو في أحزاب أخرى حتى علمانية أو ما شابه ذلك. ولكن أما بعد الأحزاب اللي جات مع النظام هذا اللي ما بعد العشرية السوداء، هي في الحقيقة أحزاب كلها تلعب وتدور وتأكل في المائدة مع السلطة الحاكمة. هي أحزاب ربما نقدر نقول 90% منها هي أحزاب أعطاها الشرعية هذا النظام اللاشرعي لكي تعمل في صالحه، ولكي تساعده على الاستمرار والبقاء في المناصب وفي السلطة وفي التحكم وفي الاستبداد. هذا بصفة عامة يعني كيف أرى. وكذلك هناك نقطة مهمة فيما يخص الشرعية. الجزائر لها مرحلة، ولها يعني مرحلة خاصة، يعني لو تضرب كل المجتمعات العالمية تدرسها، الجزائر حالة خاصة. فالجزائر مثلا لو تعود إلى فترة ما قبل الاستعمار، كانت هناك شرعيات متعددة قائمة. كانت هناك الشرعية الثورية المعروفة، يعني عندها قوانين، عندها برنامج، عندها مخطط، عندها مشروع وما شابه ذلك. وكانت هناك كذلك شرعية دينية قائمة. الشرعية الدينية كانت مثلا من بينها جمعية العلماء المسلمين والناس الذين كانوا ينشطوا في في, في 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 الجمعية، وكذلك هنا كان الشعب، أغلبية الشعب الذي لا ينتمي إلى أو غير موجود في الشرعية الثورية، تجده يأخذ الشرعية من الإمام، من الفقيه، من المعلم، من الأستاذ الدين وما شابه، في المرجعية الدينية، الشرعية الدينية. وكانت موجودة في نفس الوقت الشرعية السياسية القانونية التي كانت يعني تنبثق من السياسة المستعمر. فرنسا هي التي كانت تقنن، هي التي كانت تنظم تؤطر النظام السياسي والقوانين وما شابه ذلك. إذن كانت في نفس الوقت الشعب الجزائري كان يعيش في ملغمة من ثلاث شرعيات ماشية في نفس الوقت، وكانت هناك يعني هذا الأمر كان صعب. هذه حالة خاصة في المجتمع الجزائري. ولكن بعد الاستقلال، بعد ما جاء الاستقلال 62، أنه المشكل أنه وقع في الشرعية أنه ما حاولناش كيفاش نبنيه شرعية، لأن الشرعية تبنى، وهي الشرعية لها مفهوم متطور. يعني موش الشرعية يفهمها الواحد أن الشرعية ألف واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة كذلك ساي نصوص نضعها وانتهى الأمر. هي تبدأ وتزيد تتطور وتمشي في برلمان يشرع فيها، في يعني نقاشات، في حوارات، في تفاهم، وتصدر قوانين قواعد، وتمشي اضطرابات صراعات ما بيناتنا نديرو كما نحبو ونبنيو شرعية. هذه ما موجوداش في الشعب الجزائري. إذن في الدولة الجزائرية عفوا. إذن ما دام ما موجوداش الشرعية هذه اللي نتكلم عليها، ما نقدرش نبنيو دولة، ما نقدرش نبنيو بالمفهوم يعني الحقيقي نتاعها. ما تقدرش تكون عندنا أحزاب لها شرعية بهذا المفهوم اللي هي الشرعية اللي تعطيه السلطة الشرعية. نعم هناك أحزاب، ولكن أحزاب عند الشرعية نتاع الشعب فقط يعني بصفة عامة. هذا ما الذي أنا أقول فيه. شكرا الأخ نوري. تفضل الأخ عيسى من فرنسا. عيسى خرج. لا عيسى راك معنا. عيسى هل تسمعوني؟ شغل الميكروفون الأخ عيسى. أخ عيسى، نحن الآن نناقش النقطة اللي تتعلق بالأحزاب. يا هل ترى الأحزاب في الجزائر عندها شرعية؟ يا هل ترى ما عندهاش؟ النظام في الجزائر يا هل ترى يعير للشرعية الشعبية، وإلا العكس؟ لما نكون مع نعطي أدلة، لما نكون ضد نعطي كيف نعطي أدلة. وش اللي يحدث لما تغيب شرعية؟ هذو ثلاث أسئلة باش فيما بعد نمشيو للنقطة نتاع الخلل.
إذن الأخ أمين من شلف خرجت، كان بدي وأنا نعطيك الكلمة. الأخ شريف من غردية كيف كيف خرجت. الأخ عيسى مانيش عارف راك مشغل الحساب نتاعك، راه مازال موجود معنا ولكن ما راكش تتكلم، لست أدري، فقط راك غير فقط حاب تسمعنا. نعود نرجع لك. إذن الأخ مولود، الأخ مولود في هذه الأسئلة هذول اللي وجهتهم للإخوة، النقطة نتاع نعم، تفضل الأخ مولود. هو أنا ما يعني مازلنا في نقطة في الإشكال هذاك، رانا غير نحومو مازال ما تقدمناش يعني. قدمنا نعم قدمنا لا الإشكال هذاك، هل الأحزاب 88 لهنا عندهم الشرعية، ولا الأحزاب اللي جاوا من بعد يعني ثورة لا علاش؟ اسمح لي أخ مولود، أنا علاش طرحت هذا السؤال؟ هذا السؤال هذا طرحته لأنه لابد من النقاش حوله. يعني كيفاش هذا اللي يقول لك هو نظام غير شرعي؟ كامل يقولوا فيها نظام غير شرعي، وانت منين جبت الشرعية نتاعك؟ نظام غير شرعي، وانت هو النظام اللي سمح لك على جلباش هو تدير انت حزب سياسي وتوصل انت للبرلمان. يعني انت ماكش معترف بهذا الشرعية نتاع النظام، وقاعد معاه دير حزب معتمد، وتقول انت باللي انا لما يحكموك انت تقول باللي حزب معتمد، لما تروح للقضاء كيف كيف تجيب انت الادله باللي انت راك حزب معتمد، وراه عندك النائب الفلاني، وراه عندك كذا، وعندك وثائق وفيها الكاشي وفيها وثائق شرعيه ورسميه وكذا. يعني كيفاش هذا التناقضات؟ هذا التبلعيط هذا كيفاش؟ فهمني فيه. حزب غير شرعي ولا شرعي؟ يا اما هو انك راك شرعي وراك يا اما تتبع في القوانين، فهمت؟ او قوانين ساخه النظام انت راك تمشي فيها، واما انك ماكش معترف بهذا النظام، ماكش معترف بهذه الشرعيه، تخدم بطريقه اللي انت تسميها شرعيه هي لا شرعيه، والله العكس. حب انا نفهم هذه المعضله هذه اللي راها موجوده، كيفاش هذا النظام غير شرعي وانت عندك الانتخابات شرعيه؟ منين جبتها؟ شرعيه شعبيه، وراه الشعب هذا اللي راه معاك. نحن كاع رانا متفقين، كلنا متفقين بلي هذا النظام بالسلطة ديالو بالمعارضة تاعو كاع ماشي شرعية. هادي نتفقوا عليها كاع. يعني جاي طرحت بين الأخ نطرحوا اليوم، وهما ما عندهمش جواب، يعني ما يقدروش يجاوبوك. يقدروا يجاوبوك كي يقولوا الشرعية بما يخدمهم هم، كيفاش يعني كيفاش يقولوها؟ تقول كان حزب معتمد يا وراني عضو في البرلمان، ويعني نمتثل بالقانون وما نخرج على القانون، حاجة هذه هي دوليا لا ليغاليتي. واش هي لا ليغاليتي؟ تتبع القوانين الجمهورية، كما تخرجش على طابع الدستور تاعها، هاي ليك هنا يخدموا هاد الشرعيه. ومن بعد شوف انا اسمع، لا راني نحكي لك بالواقع. كيفاش واحد هو دوك يقول لك باللي نزار حركي، والعربي بالخير حركي، والتوفيق حركي، وذيك حركي، ويتباهى هو باللي راهو كان ضابط وعنده الكراد وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. منين جبتها؟ منين جبتها؟ من عند الحركه، هما اللي داروها لك. حب انا نفهم هذه المعضلات هذه اللي راها موجوده هذه، وانا راني نتحدث بلسان الواقع، ما رانيش قال نتفلسف من راسي، ولا حاب نفهم انا هذا الخلوطه، هذا الشكشوكه، هذا التناقضات، هذا الوسمو. يعني كيفاه؟ من جهه انت لا تعترف بهذا الناس، من جهه انت تتشرف باللي كذا وكذا وكذا. يا اما انك انت دوك لا تعترف بهذا النظام جمله وتفصيلا، وبالتالي ما تنتظر منه باش يعطي لك الاعتماد والوسمو، راك انت تناضل نهار تجيب انت الشرعيه الشعبيه هذيك، يكون معك الشعب معك، ثم انت حيلك. نقول لك بارك الله فيك، انت راك
جيب الشرعيه وكذا 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 وانتحيك. كيفاش انت يعني كي شغل هذاك الانسان اللي يعني لا يمثل، يعني الانسان اللي هو حاشاك لقيط، ويجي هو يعظف الناس، والله هذيك حاجك الخامجة اللي هي تجي تخطب في الشرف نفس الشيء. مبدل انا الناس هذوما انا شوف ما نسالهم، ما نحتاج الاجابه تاعهم، ما نحوس نقلق راسي، ما والو. انا بر في وقت ما كانت في الولايات المتحده الامريكيه، كان الامريكيين اللي مسجلين في القوائم الانتخابيه يمثلوا 20% من سكان الولايات المتحده، 20% فقط اللي راهم مسجلين في القوائم الانتخابيه. يجوا الانتخابات ويرشحوا رئيس ويطلع البيت الابيض. دوك هذا دخلنا يعني دخلنا هنا في النظر، يعني مثلا كيما ريغن فوقته طلع انتخب عليه 20% هذوك فقط اللي كانوا مسجلين في القوائم الانتخابيه، ليه؟ لان معروف الشعب الامريكي عزف عن السياسه، يعني معروف عنه. هل الرئيس الامريكي هنايا شرعي ام لا شرعي؟ هنسالك سؤال اخ الدين، عاود لي السؤال. 20% فقط، نعم، من سكان الامريكيين مسجلين في القوائم الانتخابيه، يعني غير هما اللي انتخبوا، نعم، وانتخبوا رئيس طلع رئيس يعني رئيس الدوله، نعم. هل الرئيس بالتعليم في اهالي تاع 20% هل هو شرعي ام لا؟ درك شوف، الى درك راه الانتخابات مفتوحه، والناس هي راها درك عندها الحريه نتاع الاختيار. قال فيه مثلا منافسه شريفه، بحيث وانه اعطيت الفرصه للناس كامل، والناس قاطعت الانتخابات. درك هو راه وصل، اذا كان درك راه القانون هذا اللي راهم هما اتفقوا عليه وصاغوه، هو انه يسمح للانسان هذا حتى اذا كان ما كانش شرائح كبيره ما انتخبتش عليه، وسمحت له باللي هو يكون هو الرئيس، هنا راه يعتبر رئيس شرعي. اما اذا كان هو راه كيما نقولوا مخيطه، وراها تسمى القانون هو يمنع باش يوصل، في هذه الحاله هو راه راه يسمى رئيس غير شرعي. يعني احضر انا عطيتك مثال تاع امريكا معروفه بالممارسه الديمقراطيه تاعها، يعني خاصه في الانتخابات، معروفين عندهم تنافس، عندهم حمله انتخابيه نعم. هم عندهم سؤال، ما تقدرش يعني انك تقول مثلا لو كان فيه رشده 20% هذوك صوتهم كان الصوت تاعهم محترم وما كانش فيه غش. نعم. باش نحكي لك من هنا، نهار دخلوا يعني الانتخابات عن طريق الانترنت، هذيك من بعد دخلت فيها مشاكل كبار. نحكي لك نهار كان الاقتراع يعني بالورقه يدخلها في الصندوق. نعم. فهاد الناس قلت لك شرعيه عندها بزاف مفاهيم. نعم. وما قلت لك اللي تخدمهم مثلا، عرفنا البرلمان في انتخابات البرلمان تاع 2012، نعم، عرفنا باللي اكثر من 60% من الشعب الجزائري ما فوطاش. صحيح. هذا صح. انت تروح تتكلم مع نائب يقول لك انا جزائري، تقول الشعب الجزائري ما فوطاش، حسب لا لا لا، سامحني الاخ واسمه الاخ مولود الميكروفون، دوك نعاود نعطي لك الكلمه درك. سامح لي، ما لازمش تقارن لي الانتخابات هذه، انا راني قلت لك راه الكلام تاعي واضح. دوك مثلا لو كان راها مثلا كاينه منافسه شريفه في الجزائر، منافسه شريفه بحيث انه ما كانش اقصاء، ما كانش تهميش، فسح المجال للناس كل، واحد لا مبالي، هو لا يعير اهتمام للانتخابات، كاين ناس اللي راه هو عنده الحق باش يصوت، وعنده الصوت نتاعو مسموع وما يروحش، هو لا يعبأ بالانتخابات. هذا راه الموت نتاعو والحياة نتاعو كيف هذا منيه، وش من شرعية يجي يعطيها لكذا، هذا راه هو الزايد والنقص كيف، زايد بالك لا عاود تزيدو على حاجة
يسمو هو راه زايد نقص ما عنده حتى معنى. لكن فرق بين هو انه تما تكون هناك اقصاء وتكون هناك مقاطعه، لانه كاين الانسان اللي راه هو مقاطع الانتخابات لانه عارف باللي الراي نتاعو مش مسموع، هذاك ما يجيش هو مقاطع، بصح صافي با دير باللي راه هو مش حاب الانتخابات ولا مش حاب هو يمد الصوت نتاعو. وكاين اللي هو ما على بالوش فيك، هذاك شوف لو كان تتحرق البلاد باكملها والله ما تتحرك له شعره، ولكن تمسه هو تشعل فيك النار. كاين اللي راه درك هو تتحرق البلاد ما على بالوش بها، ما تمسوش هو برك، هذا هو يعطيك شرعيه، هذا هو موتو خير من حياته. درك كاين الانسان اللي راه مهمش راه مقصي راه محروق على البلاد، ولكن القوانين هذيك منعته، ابناء الحركه مانعينه ما مش مخلينه هو ينافسهم، ماهوش مخليين هو انه يكون واحد الدم نتاعو راهو يغلي على البلاد، هذا كيمنعوه يشوهوه يقصيوه الى غير ذلك. وبين هو انه انسان لا مبالي، انسان دمه ما هو الدواب يتحركوا، البقري يتحرك هو والو. فرق بين، تفضل الاخ مولود، تفضل الاخ مولود. نعم الاخ مولودين، قلت هاد ما تحلل المشكله تاع الشرعيه بالسلوكيات تاعهم ما تلحق لي اي نتيجه. انا زير ما بقيش عليها شرعيه، انا زير هاد الناس هادو ما قلت لك كيما طب لهم شطح، انت واحد يقول لك باللي رايح لبوتفليقه نعم يقبي ترشح نعم في 2019، يعني ما هادو انا ما نقدرش نطرح من انت تسالهم تقول لهم يعني مثلا تقول لهم انتخابات هذه كانت مزوره، يقول لك عندنا اعطيني دليل، عندك انت دليل، علاش ما تدخلش في يعني في جبهه المراقبه يقول لك اعطيني دليل الفلوس، اعطيني وثيقه، اعطيني تقرير من الاداره، علاش؟ يعني هما حاكمين. نعم. القضاء حاكمين هما اللي يعلموا. باش نناقشوا الموضوع تاع الشرعيه يعني بالمشكل تاع الجزائر، لان الشرعيه غادي تعرفها، حنا ما تعرفناش عليها وما نعرفوهاش اصلا. ما نعرفوش اصلا، لان لماذا؟ نروحوا من الشرعيه تاع الشعبيه للشرعيه الثوريه ومن بعد الشرعيه الدينيه ومن بعد الشرع، خلاص يعني ما كاش يعني ما. فما نقدرش والله ما على باليش واش نقول، يعني ما هاد الناس هادو ما نقدرش نسالهم ولا نطرح لهم سؤال مثلا في التصرفات تاعهم، تقول لهم هذا غير شرعي هذا كذا، يقول لك هذا شرع، انا برلماني انتخبني الشعب. نعم. انا انتخبني الشعب وراني شرعي. ورانا شفناهم في الحوارات تاعهم، وجوه يعني ما تحشمش تتكلم تهضر كاش. ما عند الشرعية ما كاش ثوابت، يعني ما كاش حاجة وين تقدر تحكموا به. نعم شكرا الأخ مولود، الميكروفون من فضلك. الأخ عيسى هل تسمعوني؟ أخ عيسى من فرنسا. الأخ عيسى إذن أنا نحاول هو أنه نزيد نضيف بعض النقاط فيما يتعلق بهذا المحاور هذه، حتى باش إن شاء الله نثري هذا النقاش قبل ما نمر للنقطة نتاع أين الخلل. درك لما نقولوا باللي الأحزاب هذه تمتلك شرعية، والله العظيم لو كان نوليو يعني تسمى نشوفوا الشرعية بالمفهوم نتاعها الحقيقي، صعب الجواب على هذه النقطة، هذه صعب عليها كثير، لأنه الأمور مختلطة. شكون هو اللي يعطي الشرعية؟ من هو؟ من يعطي الشرعية؟ لو كان درك مثلا نشوفوا الشعب، شعب يعطي شرعية، لو نشوفوا مثلا بومدين في السبعينات، شكون اللي عنده شرعية شعبية كيما بومدين؟
ولكن يا هل ترى ابو مدين هو عنده شرعيه؟ يعني لو كان نوليو نشوفوا شرعيه، هو راه وصل عن طريق الانقلاب. نفس الشيء بالنسبه لبن بلة، في الوقت هذاك لما داروا هذاك الانتخابات نتاع المجلس التاسيسي الاول، شكون اللي كان عنده شرعيه شعبيه؟ هو فرحات عباس. يا ترى بن بلة هو عنده شرعيه؟ فيما بعد سحبت منه الشاذلي. يا هل ترى درك هو الشاذلي رئيس شرعي؟ قال مثلا انتخب عليه الشعب باش هو يعطي الشرعيه للاحزاب. الشاذلي هو في ظرفه جابوه جماعه نتاع العسكر، قصدي مرباح ورشيد بن يلس والجماعه اللي كانوا انذاك كانوا فاعلين. إذن منين تجي الشرعية؟ هذ الناس اللي درك هما داو الأحزاب، صحيح هو أنه كانت هناك قوانين موجودة وإدارة موجودة وطلبوهم الاعتماد. كيفاش؟ تا هذا العربي بالخير اللي تقول حركي وتقول باللي هو راهو ندس وراهو هو اللي اخترق الجيش نتاع التحرير، هو بالذات اللي أعطاك الاعتماد. كيفاش؟ وتجي تقول لي انا باللي تناقشني درك انا في مسألة الشرعية باللي انت راك شرعي وغيرك غير شرعي. اذا كان حبينا باش نناقشوا هذه المسألة، صعيب على جال باش نلقاو لها حل. المهم حدث الذي حدث هو انه شعب انخرط في تلك المرحلة، بحيث هو انه اعطيت اسمه الحريات للناس. ونقولوا احنا يعني مثل هذاك الانسان اللي هو راه يدير في سيئات ويدير في حسنات، هذا الناس اللي راهم في النظام نفس الشيء، راه منهم اللي راه يدير في حسنات وراه يدير في سيئات نفس الشيء. عندهم حسنات تحسب لهم وعندهم سيئات تحسب عليهم. درك هذه الاحزاب نفس الشيء، منهم اللي راه دخل هو بنية نتاع المنافسة، بنية نتاع خدمة نتاع الشعب، ومنهم اللي راهو دخل على جال باش هو يوصل يدير معرفه مع الوزير ويدير معرفه مع الصحافه ويدير معرفه مع الوالي ويدير معرفه مع كذا. النوايا نتاع الناس تختلف. الشعب الجزائري المهم هو لما اعطيت الفرصه للاحزاب واعطيت الفرصه للمشاريع، شعب مشى. هذه حقائق تاريخية، غير الإنسان اللي يحب هو يغمض عينيه والله يحب هو يركب راسه. تتفق مع حزب تختلف معاه، المهم أعطيت الفرصة فيه اللي نشط، جند الناس، جندهم بالدين، جندهم بالأحاديث، جندهم بالآيات، شراهم. المهم كيف ما راهو درك بوتفليقة شرا الناس، انت المهم جندهم تحركوا معاه. صرا اللي صرا هو أنه جات انتخابات بلدية وانتخبت الناس على رؤساء بلديات يعرفوهم، ما يجيش واحد ذكي يجي بالعطني، رؤساء بلديات يعرفوهم. ما نقولوش باللي راهم 100% ناس صافيين، كاين منهم اللي راهم ناس فيهم اللوش، كاين ناس اللي راهم فيهم وفيهم وفيهم، ولكن مع ذلك كاين إطارات، كاين أبناء مجاهدين نعرفوهم بالأسماء وبالألقاب نتاعهم، أبناء مجاهدين من أبناء العائلة الثورية، عندهم شهادات، ناس أكفاء، ناس مواطنين صالحين. ولكن حدث الذي حدث، كاين ناس اللي ربما ما كانش عندهم تجربة سياسية، ربما أخطأوا في الهدف، ربما أخطأوا في الخصم. المهم كانوا ناس في تلك المرحلة كانوا يخطوا على جل باش هما يسرقوا هذه الشرعية، وسرقوها. أعطيت لهم الفرصة بعناوين مختلفة، استدرج الشعب للشارع، استدرج الجيش للشارع، وأعطيت لهم الفرصة هما بالتحالف مع الجهات الدولية على جال باش هما ينقلبوا على الشرعية. الشرعية هذيك اللي تبقى هي بين قوسين، يعني نقدروا نناقشوها. المهم هما انقلبوا على هذيك الشرعية، لأنه هذ الناس هما
كيفاش هما على جال باش يجيو يناقشونا في الشرعيه اذا كانوا هما اصلا مو شرعيين؟ يعني هذا اللي هو درك راه كان حركي وجا هو ندس واخترق جيش التحرير، كيفاش جي هو يجي يحدثني عن الشرعيه؟ ولكن مع ذلك كما قلت انا، الانسان اللي راهو دار حسنات تحسب له، والانسان اللي راهو دار سيئات تحسب له. وانا لما راني نقول لكم في الكلام، انا ما رانيش نوعظ، ما رانيش نقدم في الدروس، انا راني واحد منكم، رانا نحكيو في تاريخ، نحكيو في اشياء وقعت، حدث الذي حدث. المهم هذا الاحزاب راهو صف الشعب، صفاها في الانتخابات، صفاها وقعدوا احزاب معدودين على اصابع نتاع اليد اللي هما فازوا بالانتخابات، اللي هما جبهه التحرير. ما يجيش درك واحد انا يقول لي باللي جبهه التحرير ما عندها الشرعيه، لانه شرعيا نتاع حزب جبهه التحرير جات بالسلاح، حبيت ولا كرهت جات بالسلاح. فيما بعد استعمل هذا الحزب لم يستعمل، المهم هذيك مساله واسمه. نفس الشيء بالنسبه لايت حمد، ايت حمد راهو هو واحد من الناس اللي شاركوا في الثوره، ما تجيش تقول لي باللي ما هو شرعي، ما تجيش تقول لي باللي كذا. عباسي مدني نفس الشيء، راهو كان واحد من المجاهدين، تتفق معاه تختلف معاه مساله، المهم هذو في ثلاثه، هذاك راه مجاهد عباسي مدني، وعبد الحميد ماهري راه مجاهد، وايت حمد راه مجاهدين في ثلاثه. شكون اللي كان اسمه؟ كان العربي بالخير. هذا العربي بالخير هذا اللي قلتو نتوما باللي راهو دخل جوج دروات. العربي بالخير يعطي الشرعيه للمهري ويعطيها لعباس مدني ويعطيها لايت حمد. يا الشعب الفاطن، ويعطيها لهم نزار. حدث الذي حدث. المهم فيما بعد شاذلي وش هو؟ مجاهد. شاذلي زعكوه برا، زيد بن يلس زعكوه برا، بالخادم زعكوه برا، وحكموا بحكامهم، داروا الشي اللي داروه. فيما بعد جابوه زروال. زروال لماذا جابوه؟ زروال لأنه عسكري، وزروال لأنه كان منضبط، وزروال لأنه كان أيضا هو ينتسب للعائلة هذه الثورية، وجابوه من أجل على جال باش يسقم الجيش، لأنه حدث انفيلات. ولو كان ما جاش زروال، وربي ربي راه على باله وحكم هو بقبضة حديدية في تلك المرحلة، ممكن الجزائر راحت. لأنه إذا كان حدث انفيلات في الجيش، وحدث انفيلات في الجيش وساهموا فيه ناس في الانفيلات هذاك، ساهموا فيه، والجيش إذا حدث فيه انفيلات راحت البلاد، وهذه دائما نكررها في كل الحوارات، إذا راح الجيش راحت البلاد. يعني تخيلوا أنتم هذا الذك اللي راه هو ندس داخل الجيش، يصير هو يعطي الشرعية لواحد كان ثوري وكان في جيش التحرير، أو ابن مجاهد كانت الكازمة في دار تاعهم. شتو رانا وصلنا؟ درك هذه الأحزاب الجديدة، هذا اللي جات دركا هي بعد هذه الأحداث نتاع الزيت والسكر، نفس الشيء. يعني هذا بوتفليقة اللي مطعون في الشرعية نتاعو في 99، ست مرشحين انسحبوا، صار هذا بوتفليقة عنده شرعية. نقولوا باللي الشعب الجزائري راه هو سيدي كيما هو تحرك في 88، تحرك هو ايضا في اطار واحد اخر نتاع سيدي نقولوا المصالحة، نقولوها وان كان رانا ماناش مقتنعين بالشي اللي جابه، ولكن نقولوا باللي الشعب الجزائري كاره الدموع وكاره المآسي وكاره الدماء وكاره هذا التفخيخ هذا اللي راه موجود في البلاد، وكاره المجازر وكاره المآتم. وشعب الجزائري حب يريح ترونكيل يا سيدي، قال معليش يا سيدي والله هذا جاء، خلي يا سيدي تتوقف هذا الدماء برك، ويروحوا يخطيوا جدنا سيدي، يديوا الحكم هذا ويروحوا يخطيوا جدنا. لكن درك هذا الناس اللي درك هما راه منهم من يتشدق. انا كاينين الناس اللي تحدثت معاهم والكلام نتاعي راه موثق، ماشي نهضر من راسي،
تحدثت معاهم كان يقول لي باللي انا استناني ندي الاعتماد وتشوف. واش معناتها؟ ماهوش معترف بالشرعيه يعترف بالورقه، تما كيعطيو له الورقه معناتها راهو صار شرعي، ومن بعد يولي يتحدث ويدير ويدير ويدير، ومن بعد نهار اللي عطاو له الاعتماد ما يعرفش نور الدين خباب هذا، ما يسمعش بجدو كامل، ما يكزيستيش، خلاص ما يكزيستيش عنده. هذا منين جه الشرعيه هذا؟ منين؟ ويروح للشعب في الانتخابات البلديه والبرلمانيه ما يعطيلوش، منين جاتك الشرعيه؟ منين؟ منين جات؟ هذا نظام غير شرعي، والشرعيه شعبيه ما عندك، ما عندك لا شرعيه ثوريه ولا شرعيه شعبيه، حتى الوسم نتاعك كاين اللي حتى توقيعات مزورينها. والله اتصلوا بيا ناس غير توقيعات مزورة في المحاضر. وش من شرعية انت راك راح تجيبها منين؟ ما عندك لا الشعب ولا القانون ولا وش عندك؟ وش عندك؟ كاين ناس درك اللي راهم، حنا درك رانا ماناش نعمو، كاين ناس اللي راهم اجتهدوا، كاين ناس اللي راهم مناضلوا من الستينات ولا من السبعينات وهما راهم يناضلوا، ما نقولوش حنا باللي راه ما عندهم الشعبية، خلاص عندهم إلى حد ما عندهم تمثيل. لكن هذا النظام، هذا النظام لا يعير الاعتبار للشرعية الشعبية، بدليل التلاعب نتاعو بالإرادة الشعبية كل مرة. يكفي هو أنه رانا ذكرنا القضية نتاع 90 ونتاع 91، نزيدو نذكرو القضية نتاع 97 نتاع الانتخابات الشرعية، بحيث هو أنه داروا من الأرندي عاش حاكم الأغلبية، وإلى غير ذلك إلى غاية اليوم. والانتخابات جرات في إطار من الشفافية. يعني انت درك لما تروح تجيب لي واحد هو راهو مثلا يدير في العدو الريفي، تجيب لي مثلا مرسلي كما كان على ديدانو، وتروح تحطه انت مع واحد عمره لجرا، وش من نتيجة راح تنتظرها؟ تهادو دركا في 99 ست مرشحين انسحبوا، وبوتفليقة راهو هو اللي نجح، وفيما بعد يجيبوا البوتفليقة يحطوا له هذا اللي كان رئيس الديوان نتاعو وكان رئيس لجنة المساندة نتاعو، هو ينافسه، وش من نتيجة راح تنتظرها؟ ومن بعد يجيبوا له واحد اللي هو راهو سالخ على جبل الله، حزب ومنقسم، رايح هو ينافسه، والله يترشح، والله واحد اللي هو فيما بعد يصير لك وزير هذا يترشحه، وعنده عند بوتفليقة هذا هو ينافسه. قاعدين يقمبروا بالشعب، لا شرعية شعبية ولا حتى هذه القوانين هذه اللي راهم يتكلموا بها. درك الآن النقطة اللي لازمنا نناقشوها، لما تغيب الشرعية وش اللي يحدث؟ الأخ نوري تفضل. الأخ نوري. نعم شكرا أخ نورتين. هو في الحقيقة البلاد أو الدولة اللي ما عندهاش شرعية، يعني ما عندهاش شرعية يعني هي اللي تأثر لكل المنظومة اللي تقوم عليها ما بين الحاكم والمحكوم، هي في الحقيقة معرضة للفشل ومعرضة للانهيار ومعرضة حتى للزوال، يعني في أي وقت من الأوقات. فلما ما تكونش كاينة شرعية، هذه الشرعية اللي نحكي عليها، هو المشكل أنه في الجزائر وقع مشكل لازم الالتفات إليه، أنه إحنا من الأساس بعد الاستقلال ما كوناش شرعية من صحة التعبير مشتركة. فمن بعد من جسد الأحزاب وتعددت الأحزاب، كل حزب ولا ينادي بشرعية من اتجاه معين، كما تكلمنا في السابق في التعريف قلنا بأن الشرعية عندها تعريفات متعددة الجوانب. ففي مثلا الحزب تعجبه تحرير حزب جبهة الإسلامية للإنقاذ كان يرى أن الشرعية من اتجاه الديني. ولما نذهب مثلا إلى حزب آخر
يرى من الاتجاه آخر من أحزاب العلمانية وما شابه ذلك. الحزب من تعجب التحرير الوطني يرى الشرعية من اتجاه آخر، وخلق هذا المشكل هو اللي عدم التفاهم وصراعات. ونساو باللي الشرعية لا تنظر من اتجاه معين ولا من ايديولوجية معينة، لأن هذه الشرعية هي شرعية لازم تكون تلم جميع الثقافات، جميع يعني الناس، جميع الفئات، جميع يعني الأعراق، موش يعني فقط بمجرد أن أنت مثلا حتى المسيحيين لو كانوا موجودين في الجزائر. لنفرض مثلا لو احنا عندنا في الجزائر عندنا مثلا 10% من المسيحيين مثل ما موجود في البلدان العربية، هل هذا يعني هادو غادي نقتلوهم ونهمشوهم وندمروهم؟ ما لو كان عندهم مثلا جزائريين واش راح نديرو؟ لازم يشاركوهم فهاد الشرعية هذه اللي نبنيوها حبينا وكرهنا، لأن هذه هي الشرعية اللي راح نحكيو عليها، الشرعية التي تبني الدولة، التي تبني وتسمح للدولة في التطور وتمشي إلى الأمام. احنا الآن مثلا أخ نوري سامحني برك قاطعتك واحتفظ بالأفكار تاعك، وعلى جال برك نزيدو نلقحوا هذا البرنامج بحكم وأنه الحدث نتاع الساعة هو البكالوريا. احنا دوك رانا تحدثنا في بداية البرنامج هذا، عرفنا الشرعية، عرفنا الأنواع نتاعها، وتحدثنا يعني بشكل أو بآخر على أنواع من هذا الشرعيات. نقولوا احنا باللي الامتحانات امتحانات شرعيه والله امتحانات غير شرعيه. درك في هذه النقطه هذه بالذات هذه نتاع البكالوريا، يا هل ترى الامتحانات هذه تاع البكالوريا بحكم التسريب هذا اللي راه موجود، اللي رانا صرنا نشوفه في الاسئله وفي الاجوبه على الموقع نتاع الفيسبوك، وشي اللي رانا راهو يحدث، وان كان انا شخصيا مقتنع باللي كاينه جهه وراء التسريب هذه، والهدف نتاعها هو راه واضح وضوح الشمس من انه راهم يتربصوا، راهم يحاولوا يديروا شوشره عند الشعب الى غير ذلك. المهم في هذا الاطار هذا نتاع الانتخابات نتاع الامتحانات نتاع البكالوريا، يا هل ترى درك هذه الامتحانات بالمفهوم هذا نتاع الشرعيه هي شرعيه والله ما هي شرعيه؟ لما تكون ما هي الشرعيه وش اللي راح يحدث؟ هذا هو السؤال تاعي انا، لما تغيب الشرعيه وش يحدث؟ تفضل. يعني تقصد شرعيه الامتحانات كل شيء احنا جبناه بصفه عامه. المهم احنا دوك فقط كمثال لما تغيب الشرعيه درك مثلا واحد هو راه متزوج، لما يكون هو عنده زواج شرعي راهو الابن نتاعو ابن شرعي، لما يكون الزواج غير شرعي الابن نتاعو واش هو؟ ابن غير شرعي. لما ما يكون ابن غير شرعي راه راح تترتب اشياء واحده اخرى، قال مثلا يروحوا للبلديه ما عندوش نسخه نتاع عقد الازدياد لانه ابن غير شرعي، غدوه راح يطلب السكنه ما عندوش عقد الازدياد، ما يعرفوش والديه، ورايحة تترتب كوارث. الآن درك راهم الآلاف نتاع الأبناء غير شرعيين راه موجودين في البلاد، غدوة يعشيك واحد راه هو رئيس المجلس الشعبي البلدي، قادر غدوة يطلع لك رئيس جمهورية ابن غير شرعي، أستاذ غير شرعي، أستاذ وما عندوش والديه، وراه ممكن تلقى إمام راه ما عندوش والديه، وش رايح يترتب على هذيك لما تكون ما كانش شرعيه؟ نعم، هو يقدر يكون حتى كذلك إضافة الأمثلة اللي ضربتها طبيب غير شرعي، يعني ما عندوش شهادة، ما قراش، ربما ذهب بالأموال وبالمحسوبية. نعم. أو مثلا يعني أي إطار من الإطارات يعني يقدر يكون غير شرعي، حتى مثلا كما كنا علمنا ب يعني بالاخر عليه يعني لي بيلوت هذيك الحادثه المشكل اللي صرا في الطائرات نتاع سوناطرا. ايه يجيك بوليسي هو دخل بالرشوه ويجي يحكمك بالقانون. نعم في القضاة كذلك، القضاة قاضي دخل بالرشوه هو يجي يحكم عليك بالقانون. نعم، في كل مجال هاد الناس موجودين، ولما يصدر هذا الامر لما تغيب الشرعيه بيت الحال واش راح تنتظر؟ يعني كل شيء غادي يمشي يولي كما نقولوا الناس لهلا تكفاس على هراوه، هذا هو الشيء اللي غادي يوقع.
لما انت تما تلقى مثلا القاضي امامك يحكم في قضيه مثلا من القضايا، وربما القاضي هذاك نصب فلان ربما ما عندوش حتى شهاده بكالوريا، واش راح تستنى انت من هذا القاضي هذا يحكم؟ والشرطي كذلك، والطبيب كذلك اللي يعمل في المستشفيات، وفي الإمام كذلك، والأستاذ، وفي كل في كل المجالات. ما بينهم ناديك عن المسؤولات العليا والسلطات، وفي الجيش، وفي كل في البرلمان، وفي المجلس الدستوري وما شابه ذلك، في الاقتصاد، وفي المال، وفي التسيير، وفي البنك، وكل هذه الأمور. يعني كيفاش راح تمشي هذه الدولة هذه لما تغيب الشرعية في هذه الأمور كلها؟ واش راه ينتظروا؟ ما يبقى غير يعني الانهيار اللي قلت لهم من قبل، يعني الدولة تبقى معرضة للانهيار في أي وقت. هذا هو يعني نوليو مبنيين على أسس يعني هشة، هشة في كل الأماكن، ولكن لأن الشرعية، الشرعية في لما تكون في كل شيء، في كل مجال من هذه الأمثلة اللي ذكرناها، واش تدير هي هذه الشرعية هذه؟ لما تكون هذه الشرعية هي مثلا تترك الناس أحرارا. هما تخليهم أحرار في نفوسهم، يحس روحه باللي حر، يقدر يبدع، يقدر ينتج، يقدر يساهم، يقدر يضحي، يقدر يدير كل شيء. ولكن لما يكون النظام المستبد، هذا النظام اللي يبغي يفرض الوجود نتاعو، ما تكونش هناك شرعية، وبالتالي هو واش يدير؟ يولي يبغي يوجه كل الناس للسلطة الحاكمة. أنا أريكم ما أرى، والسلام عليكم. هذا هو الشيء اللي وقع. وكذلك لما تغيب الشرعية كذلك في كل المجالات، واش غادي يحدث؟ كذلك يحدث يكسر الإجرام. كيف يكسر الإجرام؟ كأن الناس يقول كيفاش غادي يكسر الإجرام؟ نرى مثلا الآن الناس هذو اللي هم في البيطانة نتاعنا، نذكر فقط الناس اللي هم في الأفق العلوي، اللي هم يعتبروا البيطانة نتاع النظام المستبد، الحاشية نتاع النظام المستبد. هاد الناس هذو واش يديروا؟ الفساد، السرقة، الاختلاسات، كل الأمور يديرها. يعني هما البدرة نتاع الإجرام، منهم ينزل الإجرام ويوصل حتى للطبقة يعني التحتية كلها. ولكن الشرعية هي في الأصل لما تكون تساهم في انخفاض معدل هذا الإجرام اللي نحكوا عليه، بداية من فوق ونجيو نازلين. كذلك لما تغيب الشرعية، كذلك أنها تهمش الكفاءات، تقمع الحريات، كل شيء تولي ما كايناش، واللي ما كانش إنسان يقدر يتكلم، ما كانش إنسان يقدر يساهم، الكفاءات تهجر وتمشي وتهمش. هذا كذلك لأن الكفاءة والحرية هي عنصران أساسيان للشرعية. يعني هذه هي الأساس، الشرعية اللي أنا نتكلم عليها هي موش الشرعية الدينية ولا القانونية ولا الشرعية الثقافية ولا هي الشرعية اللي نتفاهموا بنا كلنا، عرب، أمازيغ، شاوية، بني مزاب، كل العروق تفهموا بيناتنا، تكون عندنا شرعية بيناتنا، كيفاش تكون قواعد قوانين بها نبنيو شيئا فشيئا. نعطيكم مثال مثلا الآن، كل واحد يعرف باللي منذ الاستقلال من 62 إلى 2016 مرت 54 سنة. 54 سنة هذا ولو كل الإنسان أي واحد يقسمه على 8. لماذا على 8؟ لأن إذا ولينا نحترموا عدد العهدات اللي موجودة في الدستور سابقا، اللي هي عهدتين مثلا. إذا هنا مثلا إذا قسمناها على هذا تعطينا مثلا 6. هذه 6 لو كان جا كل مرة رئيس جديد، والرئيس هذا تكون عنده إيديولوجيا يعني مغايرة، أفكار مغايرة، الناس يعملوا معه مغايرين، كل واحد يبني هذه الشرعية اللي نحكيو عليها، لأن الشرعية تبدأ من ألف وجماجة وتمشي، وهي لها مفهوم وتطور، دائما تزيد تبنى، كما نرى ذلك في البلدان المتقدمة. أما باش يجي واحد يستولي على المناصب ويعفس على كل شيء وما كانش الشرعية، ويقول يجي من بعد يدهر لك على المنابر ويدير لك راح نديره وراح نقدمه ونديره الاقتصاد والاستثمار، هذا راه غير يغني ذاك الغناء نتاع الراي اللي ما له كلام ولا أي شيء، راه غير بندر ويغني والسلام عليكم، وغادي يدي كل شيء الأمر للخلوطة وما كان حتى شيء. يعني هذا هو المقصود من الكلام اللي أنا أراه من في غياب الشرعية اللي نحكي عليها في جميع المجالات. نعم. شكرا أخي نوري. الأخ عيسى، مانيش عارف إذا راك تبع فينا أخ عيسى، قبل ما نمروا للنقطة نتاع أين الخلل، ربما كش ما تزفف لنا
فيما يتعلق بهذا النقاط هذا. يا الأخ عيسى، الأخ مولود، أخ مولود نعم في هذه النقاط هذا تفضل. هذا الخلل ولا غياب الشرعية؟ غياب الشرعية لا أكيد هي كم التعريف، هذا التعريف السليم اللي نبني عليه الخاتمة التالي قبل ما نحكوا الخاتمة، هي الجماعة الشرعية، هي الجماعة. إذا الدولة مشات بشكل جماعي وتكون فيها تشاور ويكون فيها عدم الإقصاء، هنا مهما تكون يعني تطور ولا نتائج تاع مهما تكون ضئيلة، ولكن راهي ماشية في تطور وتجيب نتيجة على على المستوى البعيد، وتكون طمأنينة يعني حتى الناس يكونوا مرتاحين. لماذا؟ لأن يشوفوا بلي الأمور راهي تمشي يعني بمرونة وبهدوء وما فيش قوة وما فيش قهر. يعني الإنسان لما يحس هذا الشيء هدايا مهما تكون النتيجة، يعني مهما حتى تكون بطيئة الإنسان يرتاح. أما تكون التسلط والتجبر والعناد والانقلابات، هذا ينقلب على هذا وهذا يستحوذ على هذا، يكون فيه قلق وتكون فيه اضطراب وتكون فيه يعني شرخ كبير، يعني المجتمع يعني كما قلنا المجتمع يعيش اضطراب كبير. هنا عايشين يعني في الجزائر، أنا عايشين دوك. لو كان يقول لك بعض الناس يقول لك لو كان يجوا الصحابة يحكموا، يقول لك لو كان يجوا على بليش كون يجوا يعني ما فوطيش عليهم. خلاص الناس يأست، الناس يعني كرهت، يقول لك ما يجي مع البليش كون يحكم، يقول لك انا ما فوطي ما نتبعوا وعلى بالنا بلي يكذبوا. خلاص يعني ما باسكو ما امنوا، ولات الناس تامن بلي راهي شي شغل كشبح، يعني راهو مر الدولة هذه اللي يجي يحكم هذا يستحوذ عليه، شغل ما يخليش يحكم. الناس ولات حتى في يعني في عقولهم دخلهم نوع من كما يقولوا شغل الوسواس. لماذا؟ الامور ما تمشاش، الامور ماشي موثقه. دوك انت راك اثرت هذه المساله على يعني البكالوريا. لو كان هاد الناس هادو هما اللي راهم يغشوا وراحوا وتسلموا شهاده البكالوريا يعني وكانت فيه يعني الانسان يعني نجح وجاز، هو بالنسبه لي بالشرعيه اللي هو يمن بها اللي هي يعني الشرعيه تاع الوثيقه، يقول لك انا وعندي الدبلوم هاوليك والدبلوم من وزاره التعليم العالي وهاوليك، ويدخل الجامعه ويزيد ويطلع، يقول لك انا موثق هاوليك. بصح الشرعيه اللي انت تشوفها نتايا لان كان فيه غش وكان فيه كذا وعدم الشفافيه وما كان فيه وما كانش الاساتذه كف يعني في وزاره يعني التربيه ما كانش يعني كفاءه، كان هناك يعني انزلاقات، انت تمثلك على هذه فوضى. ما بيكون انسان عنده لي ديبلوم وموثق وكذا، بصح فوضى. ولهذا الشرعيه اللي لاق الانسان يشغل يحكم فيها يعني يبني عليها الدوله هي شرعيه الجماعه، ان الانسان يحس روحه بلي راه شاك بلي ما راهوش مقصي. اذا لحقنا النقطه هذه خلاص حاولي يعني كوريا الجنوبيه الخدم الشيء اللي راه بانت عليه اليوم نشوفوه اليوم هو راه نتاج تاع 50 سنة تاع عمل عطى النتيجه هذه. كثير يعني سنغافور في ماليزيا يعني تركيا حاليا يعني اشياء يعني تبنى للمدى البعيد. اذا ما كاش العمل الجماعي والله اذا الانسان ينفرد حتى سبحان الله يعني في العمل في انا نشوف باللي اكبر شك الانسان يقدر يشرك يعني بربي انه يتولى الحكم وحده، يعني ياخذ المونوبول وحده. حتى فرعون سبحان الله، فرعون وما تفرجش في الحكم وحده. ربي سبحانه كي يذكر فرعون يذكر هامان وجنودهما، سبحان الله كانوا يعملوا جماعه.
اما الناس هنا في الجزائر تلقى واحد يطلع خلاص الفكر تاعو هو هو، هون هذيك الجماعه اللي اسمها البطانه تاعو هذيك يعني تاخذ له الراي كما يقول يعبدوه، ما يعني ما كاش تشاور، ما كاش العمل الجماعي، ما كاش هذا العمل الجماعي اللي احنا اللي لاق نبنيو عليه الثقافه تاعنا. الثقافه تاعنا تكون على حتى في الاسره تاعك، يعني حاول كيفاش تشارك من كل فرد في الاسره تاعك ولو كان يعني صغير. لماذا؟ لان التربية على الثقافه هذه تحسوا كانه فرد من العائله. وهذا ما عندي الاخ نور الدين. نعم شكرا للاخ مولود. الاخ عيسى مانيش عارف الا راك معنا، المهم راح موجود معنا في الغرفه، اتمنى هو انك تزيد تضيف لنا بعض النقاط على جل باش نختموا هذا البرنامج. فيما يتعلق بالنقطة هذه نتاع الغياب نتاع الشرعية، الغياب نتاع الشرعية لما تحصل تحدث الكوارث. نعطيكم غير مثال، وهذه الأمثلة أمثلة واقعية يعني الإنسان يشوفها رأي العين. تسمعوا مرة على مرة لما يكون واحد معلق من تو المعلقين هذوك نتاع كرة القدم والهدف، راكم تسمعوها مرة على مرة، ومن بعد يقول لك الحكم قال باللي هدف غير شرعي. واش راح يحدث للجمهور؟ كل واحد منكم يطرح السؤال هذا ويلقى الجواب، هدف غير شرعي. لماذا؟ كاين هناك قانون، والحكم هذاك ما يلعبش، عنده القانون راه يطبق فيه، ما يهموش هو الاهازيج هذيك نتاع الشعب، عيط ما عيط ما يهموش، هو راه عنده قانون راه يخدم به، الهدف شرعي ولا غير شرعي. الامتحان الان نتاع البكالوريا نفس الشيء، كاين اللي راه درك هو يصحح، عنده هو مقاييس راه هو يحكم بها، قال مثلا الفقرة الفلانية ولا السؤال الفلاني قال تنقيط مثلا 4، الفقرة الفلانية السؤال الفلاني الجواب الفلاني قال 6، قال 2، قال 3، إلى غير ذلك. فيما بعد هو راه رايح يدير المعدل. كاين اللي راه درك هو مهمته هو التصحيح، راه عنده قوانين هي اللي تحكمه واللي هو على إثرها راه رايح يحكم. الإنسان اللي راه هو يعس كيف كيف، ثاني كيف كيف راه عنده قوانين، قال اللي راه هو يحكم بها، قال ها وهذا خرجوا والله هذا ما تخليهش يدخل إلى غير ذلك. كاين قانون قال مثلا كاين الناس اللي راهم طردوهم ما خلوهمش هما يديروا الامتحانات لأنه لحقوا متأخرين، انت راه الامتحان يبدأ على 9 مثلا، المؤسسة هذيك 9 قد عاطينهم هما قانون باللي عاطين لهم أمر قال باللي 9:02 افتح مثلا الأغلفة. درك هذاك الإنسان اللي راهو قاعد برا هو 4 ساعة ولا 20 دقيقة، كاين احتمالات يقدر يكون هو مثلا راهو تأخر لأنه راهو راح له البيس ولا راهو راح له التران والله قال مثلا لقى سيركيلاسيون في الطريق، لقى ازدحام، كيما قادر ايضا يكون واحد مزور، لما لا؟ احتمالات. درك هذاك اللي راه هو رئيس مركز هو ما يعرفكش، هو يطبق القانون نتاعو، انت درك لما تدخل يا هل ترى دخلت بطريقه شرعيه ولا بطريقه غير شرعيه؟ خليك الجواب. هذا الانسان اللي راه هو يدير في الامتحان لما درك هو راه يدير في الامتحان وراه قال مثلا اللي راه يحرص فيه هو دور راسه، من بعد هو ينقل ولا يزور، يا هل ترى هو لما غدوه يدي 20 في البكالوريا وراه معطاه له شهاده نتاع البكالوريا ممتاز جدا، يا هل ترى هو جابها بطريقه شرعيه ولا بغير شرعيه؟ جابها بطريقة غير شرعية لأنه زور. هذا الإنسان اللي راه هو يمد في الأسئلة ويمد في الأجوبة، يا هل ترى هو راه يخدم بطريقة شرعية ولا بطريقة غير شرعية؟ راه يخدم بطريقة غير شرعية وراه يزور.
هذا الاب هذا هذا الولي اللي يجيب له هو بنو الشهاده نتاع البكالوريا بطريقه غير شرعيه ويروح يزخ قدام الناس باللي راهو بنو جاب البكالوريا وجاب كذا، يا هل ترى هذا راهو يشجع فيه على الشرعيه؟ راه يشجع فيه هو على احترام القانون، راهو يشجع فيه هو على الاخلاق ويشجع فيه على القيم. هذا راهو هو في نفسه راهو يغرس فيه في التزوير، ما يهموش، المهم هو جيب 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 الباك باي طريقه ما يهموش. حتى وصلت الناس تزور في الجوازات نتاع السفر رايح للحج، قال لك واش نشوف لك فلان يجيب لك جواز سفر. يا هل ترى هو حج حج شرعي حج غير شرعي؟ واحد يسلف دراهم ما يهموش، المهم واش قال قدام الناس قالها وراح للحج وصاي اودي عيط الحاج فلان وخلاص، قول له الحاج فلان برك وصاي ومركي في الحيط. ولات هذه المساله نتاع شرعيه ما بقاتش غير في هذه الناس اللي راهم في الحكم. المواطن راهو يزور ما على بالوش بجد الشرعيه، اللي راهو دخل للشرطه، ما احنا ما نقولوش الناس كامل، دخلك انت للشرطه يدخل بطريقه غير شرعيه ويصير لك هو يطبق في القوانين على الناس، تتكلم اسكت لنطلعك، اللي راهو في الدرك كيف كيف، غير الانسان اللي ما صابلهاش الا ما رحم ربي. كل انسان راهو يمارس في الديكتاتوريه نتاعو بطريقه اللي هو يشوفها. إذن في هذه المسألة إذن هي نتاع هذا نتاع الشرعية مسألة معقدة جدا، وللأسف الشديد هو أنه الناس كأنها راها متعاونة على خراب، متعاونة على الخراب في البلاد، متعاونة على التدمير تاع البلاد. عوض هو أنه الناس يساعدوا اللي راهم يخدموا بالقانون وراهم يخافوا في ربي في هذا الشعب وراهم هما يسعوا على جلباش يصلح ما يمكن إصلاحه وينقذون ما يمكن إنقاذه. هما وش صاروا؟ صاروا الآن تشوفهم درك انت يروح لك للمطار يروح لك للميناء سلك راسك، عندك قال مثلا ولات مصلحة ومفسدة وكذا، ولات الناس تقيس بالمقياس نتاع الهواء مش بالمقياس نتاع الشرعية، قال هذا عمل مشروع ولا عمل شرعي ولا لا لا، قال واش راهو عنده حاجة راح يفوتها في الميناء، اودي دفع برك اعطي للسيد هذاك اعطي له حقه، اعطي له حقه برك ومشي دهن السير يسير، ولاو يهضروا بها عادي في الشارع عادي جدا، اقضي الصالح نتاعك. وحتى ان لم ابالغ لانه شفت بعض المظاهر شفتها بعيني يعني صاروا هو انه حتى يديروك موعد في الجامع، ارواح نتلاقاو على الساعه الفلانيه الجامع بعد العصر، واجي قال اودي ونشوف لك السيد هذاك وجي ساعه وجي صلي ثما والفايده واعطي له قهوه نتاعو برك ومشي برك وعمل شرعي، فهمت؟ لخطر الله راه يصلي عمل شرعي، معناتها هذاك اودي واش تحب ديرو الدنيا وقانون ودير الله غالب على بالك باللي عمل شرعي الله غالب واش دير، هو راهو يخدم على وليداته الله غالب واش راح دير، المهم انت خاك راح تقضي حاجتك، هيا فهمني وفهمك وخلاص. وراحت خلات المخليه من الراس القدمين، الناس كامل متعاونه على خلاها، صاروا الناس اللي راهم درك هما يحوسوا على البلاد ويحوسوا على المصلحة نتاع البلاد ويحوسوا على العمل الشرعي، صاروا من النوادر في هذه البلاد، نادرة في هذه البلاد. إذن رانا جبنا مثال نتاع البكالوريا، قضية نتاع التسريب هذه، لما تصير الامتحانات مسربة واش راح يحدث؟ راكم تشوفوا في الفوضى اللي راها صارية. لما يكثروا هذ الابناء الشرعي غير شرعيين في البلاد واش راح يصرى؟ راكم تشوفوا في الجرائم، وهذو نفوسهم هذ الابناء غير شرعيين هما نفوسهم راهم ضحايا تاع هذا المجتمع، لانه ما لازمناش نحاسبهم هما
فقط. هذو راه مو ضحايا حسب الناس اللي جابوهم، الناس اللي جابوهم المرأة والراجل، مش غير المرأة برك، المرأة والراجل راهم هما مساهمين، والمجتمع مجتمع ايضا راه هو مساهم في هذا الكوارث هذه اللي راها نزلت. يعني مش فقط غير الناس اللي راهم يخدموا في النظام، راهم كاينين الناس اللي راهم خدامين في النظام وراهم يخدموا يعني بالمتاح، قوانين اللي راها موجودة، ولكن مع ذلك تلقاه ما يسرق، ما يتعدى على حرمة تاع إنسان، ولا يتعدى على الأملاك تاعو، خدام شهريا تاعو، ويروح لوليداتو يجيب خبزة هو راهو يعتبر فيها باللي راهو يأكل في الحلال، وراهو كذا، وراهو يخدم، ما يظلم الناس، ما يحقر الناس، ما يأكل حق الناس مولو. وكاين الناس اللي راهو درك هو راهو البرا خارج هذا النظام، منهم حتى اللي راهو يدعي في المعارضة تاع النظام، وهو راهو أفسد من هذا النظام. ولما نقولوا في هذا الكلام يوم راناش نتزلفوا ولا رانا نتملقوا لهذا النظام، راهو كما قالهاش خوتنا، كما قالوهاش خوتنا القبائل، كيسيدي كيلالا راهم كل كيف كيف، كيسيدي كيشركوا، راهم متعاونين على السلخ نتاع هذا الشعب، متعاونين على تدمير هذا القيم في الشعب الجزائري. إذن لما تغيب هذه الشرعية وش راه يحدث؟ تحدث اللا شرعية، وهذا الشيء اللي راكم تشوفوا فيه، لا شرعية في الانتخابات، لا شرعية في العمل، لا شرعية في الامتحانات، لا شرعية. صارت الناس درك راه تشوفوا فيهم درك اللي هنا في فرنسا وفي دول واحدة أخرى، راهو قادر يمركي لك راهو لحم حلال وراه يبيع لك في لحم الدواب، شرعية ودير لك تيكي ولا ورقة. لما انت دوك واحد عنده البكالوريا راهم سنيلو فيها والو، ولكن هو راه مقراش، واحد عنده الدكتوراه هو راه مقراش. صار درك راه ماكم تشوفوا فيهم راهم كل يوم يخرج لك عنوان دكتور الفلاني، هو راه ما عنده لا دكتوراه ولا هو راه دكتور خلاص، لانه ولات قضية نتاع كاشي. درك حتى هنا دوك اللي راهم عايشين في فرنسا وعايشين في انجلترا وفي امريكا، واجي لحم حلال صارت ولات كاشي، لحم حلال حتى اذا راهو لحم دواب، حتى اذا كان هذاك راهو مصروع، ولكن ما دام راه فقط غير الكاشي حلال خلاص راه الناس كل ولات بالكاشي، لانه الناس ولات تشوف فيها باللي قضية نتاع كاشي. الاخ قلت لي امين من تيرت، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك اخي نقدين. الله يبارك فيك. من فضلك الموضوع تاع الحصه. اه شفت كيفاش؟ واش شفت وين ولينا؟ يعني جينا انت في نهايه البرنامج كم من مره تجي تقول لي انت واش هو الموضوع في نهايه البرنامج؟ شغل واحد درك انت هذاك اللي راهو كان في لوطوروت وحبسوا، قال له هو راهو يحسب باللي خلات، واجي قال له شحال راه ساعه، نفس الشيء راك درته انت. اسمح لنا اخي نوردي، يعني عندنا درك من تقريبا درك ثلاث سوايع احنا نحكيو في الموضوع، وانت راك جيتنا الاخ امين نحن في نقاش حول الشرعيه، تحدثنا على الشرعيه، درنا تعريف حول الشرعيه، تحدثنا على الانواع نتاع الشرعيه، تحدثنا على الاحزاب الشرعيه وغير الشرعيه، تحدثنا على الشرعيه الثوريه، تحدثنا لما الان رانا في النقطة نتاع لما تغيب الشرعية، واش يحدث لما تغيب الشرعية. تفضل الاخ امين. اخي نور الدين على كل حال نعتذر لك على معليش على الديرونج، مولا خطر ظروف تاع العمل تسمى ما عنديش بزاف ملي جيت من العمل. موش مشكلة، ربي يكون معك ان شاء الله. امين ان شاء الله يا رب العالمين. قضية الشرعية في الجزائر ما كان حتى حاجة عندها شرعية في الجزائر. نعم. وإذا غابت الشرعية بطبيعة الحال يعني النتيجة واحدة وهي الفوضى. نعم. الفوضى وكما يقولوا بالعامية اسمعني على هذا الله دابك مولاه. نعم. هذه اللي تصرع. نعم. والشرعية يا أخي نور الدين ترجع قبل كل شيء للشعب. وللطبقة المثقفة، لأنه إذا كانت يعني أي دولة في العالم عندها شعب مثقف وطبقة مثقفة، النتيجة حتمية لازم يكون فيها كل شيء شرعي.
الحكام شرعيين، المؤسسات تاع الدوله شرعيه، الاحزاب شرعيه. اما اذا كان الشعب جهل طبيعه الحال حاجه يعني نتيجه منطقيه باه يكون كل حاجه براها شرعيه. نعم الاخ امين، النظام وهذا الحكم هذو علاش هما لا يعيرون اهتمام للشرعيه؟ علاش الشرعيه الشعبيه خاصه؟ لماذا؟ لانهم لقوا الشعب راقد. يعني الجواب بسيط، لانهم لقوا الشعب ما على بالوش. الشعب كما قلنا في واحد الحصه يمشي بعقليه المصالح، المهم نقضي صوالحي، وهذا اللي خلى الشرعيه ما تكونش. كيكون كاين شعب حي تكون كاينه شرعيه وتكون كاينه دوله ويكونوا كاينين حكام شرعيين. اما اذا كان الشعب ما راهش متحد والشعب ما راهش مثقف، يعني نقولوها كل صراحه، يكون الشعب عنده فيه النفاق، طبيعه الحال تكون حتى حاجه ما راهاش شرعيه في اي دوله من دول العالم. نعم هذه يعني شوف دائما تروح وتولي او ترجع للشعب. الشعب ما تشوفش من انه هذا الناس هذو لا يعيرون اهتمام للشرعيه الشعبيه، لانه عارفين باللي لو كان تكون هناك شرعيه شعبيه ما يوصلوش طبيعه الحال، بالتالي هما يديو شرعيه نتاعهم من جهات واحده اخرى. يدو شرعيه، كاين اللي يقول لك انا ندي الشرعيه باسم الثوره وهو ما شارك لا في الثوره لا والو، كاين اللي يدي شرعيه باسم انه حزب قوي هو في حقيقته ما راهش حزب قوي، متكي على الدبابه كل واحد منين يشوف يستمد الشرعيه تاعو. انه اما انه شرعيه من الشعب، شرعيه ما كانش اللي عنده شرعيه من الشعب الجزائري. وهذه دائما نعاودوا نقولوا الشعب هو اللي يتحمل المسؤوليه، لانه الشعب، شوف الشعب اللي سلم تاريخه ويسلم الوطن تاعو ويسلم كل ما يملك للخونه، النتيجه هذه هي تكون ما كان لا شرعيه في حتى حاجه. الشعب هو اللي يتحمل المسؤوليه يا اخي نور الدين. يعني شوف الحكام، اي شخص في العالم، الحكام كيكون يلقى الشعب حي يخاف باه يدير حاجه، مستحيل باه يتحرك يلقى الشعب مثقف ويلقى الطبقه المثقفه واقفه في وجهه، ما يقدر يدير حتى حاجه. اما اذا لقى كل شيء سايب كما يقولوا بالعاميه، اوتوماتيكمون راح يدير رايه. نعم دائما في الاطار نتاع الشرعيه. دوك الان النقطه نتاع الخلل، يا هل ترى في الجزائر مثلا حنا رانا نعانيو من ازمه نتاع شرعيه، الخلل وين راه؟ يا هل ترى الخلل في الشعب ولا الخلل في النظام؟ شوف اخي نور الدين، نتكلموا مليح وما نتكلموش بالعاطفه. لا لا تكلم كيما حبيت. صح، ونتكلموا بالمنطق. نعم. الشعب كي ما توليش عنده مبادئ، والشعب ما يوليش عنده قرار، ويولي شعب منافق، ما تكونش كاينه شرعيه. مثلا في اثناء بدايه الاستقلال. الاستقلال بين قوسين على كل حال. الشعب صفق على بن بلال. راح بن بلال جاب مدين، الشعب صفق على بو مدين. المهم الشعب راه كيما يقولوا مع الوقف. الشعب ما عندوش، الشعب إذا في ذاك المطرق وفي ذاك المال راح معاك. الشعب هو اللي مسؤول على كل شيء، الشعب مسؤول على كل شيء يا أخي. كما رب العائله، يعني اللي عنده ابناء ابناء قصر هو اللي مسؤول عليهم في كل شيء. اذا كانوا متربيين هو اللي مسؤول عليهم، اذا كانوا ما راهمش متربيين هذه نتيجه انه هو المسؤوليه تاعو. ولكن هذا المنطق انت اللي جبته راه منطق مقلوب. اذا كان بهذا المنطق نتاع تحمل الناس اللي راهم حاكمين السلطه ماشي القصر، القصر هو الشعب. لا 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 بالعكس انا راني نشوف باللي الاب هو الشعب ماشي الحاكم. نعم هذه نظريه مقلوبه يعني كي تجي تشوفها، بصح انا نشوفها منطقيه، لانه الحاكم الشعب هو. شوف انت راك تحكي لي على المنطق. الشعب درك هو في هذا الموضوع نتاعنا نتاع الشرعيه، مش مواضيع واحده اخرى، موضوع نتاع الشرعيه. الشعب هو كان تحت النير تاع الاستعمار لمده قرن واكثر من 30 سنه. الشعب هو كره من الدماء وكره من المآسي. جا هو شعب هو، لما تروح انت تحكي المواطن هو واش يحوس هو انه تتوقف القنابل، تتوقف الصواريخ، هو انه تخرج الناس سيدي الى بغا تروح تاكل الماء، تشرب الماء وتاكل الحشيش، وما يحوس لا على السلطه ولا على باله بالبلديه ولا على باله بالقوانين ولا على باله، هو يحوس فقط. الدليل في ذلك
احنا رانا عشنا في المرحله نتاع السبعينات في البلديه انا وين كنت عايش انا كان يمشيها شامبيط شامبيط ما كان لا جدرميه ولا بوليسيه ولا معزنون شامبيط يمشي في 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 البلديه هذه وين ترجع هذه ترجع كما يقولوا لا اسند الحكم الى غير اهله فبشر بالساعه هذه كي تكون غياب الدوله والدوله هي الشعب كيكون الشعب ما عنده يا الشرعيه يا الاخ الكريم راها تفرضت بالسلاح الناس اللي حكموا السلطه وشكون هما حكمها الشعب حكمها المواطن اللي هو كان يدرس في الجامعه وكان ما على باليش انا عنده نظريات حكمها مالك بن نبي ولا لا ما حكموهاش هما على بالي خلاص حكمتها الكلاش حكمتها الكلاش بصح هاد الناس اللي حكموها بالكلاش هاد الناس اللي لقوا الشعب راقد كيفاه يعني حتى اضطر يحكمها بالكلاش لقى الشعب راقد شحال هذا الحاكم شحال يدخل الشعب للحبس شحال هو يقتل شحال يعني شيء غريب انه مثلا اليوم في الجزائر عندنا يقولوا باللي 40 مليون يعني تحكمها كمشه من الخونه والمجرمين شحال يعني شيء غريب يعني الشعب هذا الشعب وين راه الشعوب اللي تحوس تحررت يا اخي نور الدين اما الشعب الجزائري ما راهش يحوس الحريه الشعب الجزائري راه يمشي بعقليه نقضي صوالحي وما يهمنيش واش راه صاري وهذا الخطا الكبير يعني تسلم الوطن تاعك تسلم الخونه والمجرمين وتشوف الوطن تاعك كيفاه راه يمشي يعني في تدهور ودير حجه انه لا وماذا بينا وما عليهش ويكون كاين الامن برك وما يهمناش يسرقوا ولا بيسرقوش ولا عندهم شرقيه ولا بيشرقوا المهم احنا يكون كاين الامن والامان واش من الامن والامان اذا كان يعني الوطن فيه ناس غير شرعيين مكان يعني هذا اكبر خطر على الامن اذا كانوا الناس ماهمش شرعيين هذا اكبر خطر على الامن والشعب يا اخي نور الدين يتحمل المسؤوليه الشعب غير واعي والشعب يعني حاشا حوالي 20 او 30% حاشا ما رانيش نقصد فيهم الاغلبيه الناس ما راهيش واعيه والناس منافقه يعني حبيت تقول لي باللي درك هذ الناس اللي راهم هما يقودوا في الشعب في مسؤوليات مختلفه ما جاوش من السماء يعني هما من الشعب نعم طبيعه الحال اخي نور الدين هذه حاجه طبيعيه من شكون هما جاوا من اوساط الشعب الجزائري شوف السيد علي لبيب عندما كان مدير عام للجمارك نعم سئل من طرف صحفيه نعم قلت له باللي راهو كاين يعني فساد في الجمارك ويعني وفاحت الريحه تاع الجمارك كما يقولوا نعم. واش قال لها بالحرف الواحد قال لها اعطيني مواطن صالح نعطيك جمركي صالح هذا الحكام منا حنا يا اخي نور الدين اليوم سلال شكون هو؟ سلال مواطن جزائري ومن الطبقه الفقيره ربما يعني كان ربما كان ما عندوش يعني حبيت المسؤوليات اخ امين حبيت تقول لي بعباره اخرى من انه المستوى نتاع التعليم في الجزائر يعني هذاك هو يتسمى كما قالها اسمه البومباردي لما جات لي هذيك لما كان يوزع كشافي على اللقطه هذيك نتاع البومبارد هذيك اللي وزع بالدراهم كي قال لها انت صقيره تسمى نعطوك دراهم صغيرين تسمى معناتها باللي الشعب درك هو يستاهل بنغبريط عينوا له بنغبريط يعني رانا جينا في الموضوع التعليم هو اساس بناء الدوله اذا ما كانش كاين تعليم يخرج مجتمع فاسد يخرج مجتمع امي وهذا الحكام يخرجوا من المجتمع وهذه هي النتيجه يعني يفرض على بالك يفعل الجاهل في نفسه ما يفعل العدو في عدوه يعني هذا الجهال اللي راه حاكم الجزائر يفعلوا في الجزائر وفي الشعب الجزائري اكثر بالك ما تفعلوا ما فعلته فرنسا في الشعب الجزائري وهذا ماشي تبرير للاحتلال الفرنسي ولا ربما لا يقراوها حاجه واحده اخرى ولا نعم بالك يقول لك هاد الناس كي راهم يتكلموا في بها بعد حاني للاستعمار ولا انما لا رانا نتكلموا باللي هذه هي النتائج كيكون يعني كيكون حاكم امي يفعل في شيء وجاهل يفعل في الشعب اكثر من اللي يفعل فيه الاستعمار. نعم. هذه هي النتيجه يا اخي قضيه الشعب وقضيه التربيه وقضيه التعليم يا اخي نور الدين. نعم شكرا اخي امين تحب تبقى معنا طفي فقط الميكروفون قبل ما نعاود نمر لك الاخ نوري من اسبانيا الاخ امين الميكروفون. قبل ما نعاود نمر لك الاخ نوري من اسبانيا نعاود نكرر لكل الاخوه والاخوات المتابعين الاذاعه نتاع وطن اللي راهم يتبعوا فينا من مختلف الدول
على إذاعة وطني قررنا على جل باش نديرو برنامج جديد نسميوه الأستاذ. هذا البرنامج هو اعترافا بالمجهودات نتاع الأساتذة نتاعنا، وماذا بيا إذا كان إخوة راهم موجودين في الخارج في مسؤوليات مختلفة، على جل باش نعود ونحثوا ثورة فكرية في البلاد. الإذاعة نتاع وطني راح تفتح لكم الفرصة، على جل باش كل واحد منكم يجتهد يتصل بالأستاذ نتاعه، خاصة من الأساتذة اللي يحبهم، ونديروا له برنامج بينه وبينه الأستاذ نتاعه. وإذا كان فيه مجموعة من الطلبة كيف كيف في الجزائر بالولايات نتاعها بالقرى نتاعها في الداخل في الخارج في العواصم المختلفة، إذا كان واحد راه الأستاذ نتاعه فرنسي عربي يهودي ما يهمناش، المهم إذا كان الأستاذ نتاعه يحبه وراه قدم له خدمة يجيبه يتحدث باللغة اللي هو يتقنها. إذا كان واحد يتحدث بالأمازيغية مع الأستاذ نتاعه يجي مرحبا به، بالعربية بالفرنسية بالإنجليزية بالطليانية بالسبنيولية بأي لغة حتى بالعبرية. إذاعة وطني مفتوحة للجميع من أجل خدمة البلاد. وبطبيعة الحال ما رانيش غير نطلق في الكلام برك، أنا على بالي بالشعب الجزائري شكون هو، على بالي بالأصول تاع الشعب الجزائري، وبالتالي راني نتحدى في هذا الناس أي واحد يجي مرحبا به، ما يهمناش فيه شرطي عسكري كان في الجيش كان كذا كان كذا. الإذاعة نتاع وطني مفتوحة للناس كامل، يجي ويكرم الأستاذ نتاعه ويعترف بالمجهودات نتاعه ويرد له الجميل، كون هو أنه راه قراه، كون هو أنه راه علمه، وبحكمه أنه رانا نتحدثوا الآن عن القضية نتاع الشرعية، نحاولوا إن شاء الله هو أن نساهموا في إعادة الأمل وإعادة اللحمة للبلاد. الأخ نوري إذن بقونا النقطتين الأخيرتين، النقطة الأولى اللي هي تتعلق بالخلل، والنقطة الثانية كيفاش على جل باش نعود ونرجعوا الشعبية الشرعية الشعبية الشرعية في الجزائر. تفضل الأخ نوري. نعم شكرا أخ نوري. فيما يخص الخلل اللي يعني فيما يخص أزمة الشرعية في الجزائر، هو كما ذكرنا سابقا أولا حسب الموسوعة الدولية لمفهوم الشرعية التي تعتبر بأن الشرعية هي تلك الأسس التي تعتمد عليها الهيئة الحاكمة في ممارساتها للسلطة. هذه هي حسب الموسوعة الدولية لمفهوم الشرعية. فإذا ارتكزنا على هذا المفهوم، فهل هناك في الجزائر مثلا أسس تعتمد عليها الهيئة الحاكمة في ممارسة هذه السلطة؟ كنا ذكرنا وذكر الإخوة ومشينا وناقشنا وكل واحد جاب أفكار، وربما كلنا نتفق على أنه لا وجود لهذا الأساس. بالتالي إذا كان لا وجود لهذا الأساس، لا وجود لهذه الشرعية المفقودة، فأين هو الخلل؟ لماذا؟ المشكل كما ذكرت من قبل سابقا أنه يرتبط بعدة جوانب، يعني فيه جانب تاريخي كما كنت يعني ذكرت من سابقا في المرحلة ما قبل يعني الاستقلال، كانت هناك الشرعية لها صفات مختلفة وطالت لسنين. نحن نعرف الاستعمار طال لـ 130 سنة، يعني لما تترسخ هاد الشرعية بهاد الاتجاهات لـ 130 سنة صعيب باش تنزعها من التصورات من العقلية الجزائرية، من العقلية نتاع الفرد الجزائري. لازم لك جهد باش تغير له العقلية نتاعو للشرعية. وبالتالي الخلل أنه لما جاء الاستقلال استمرت العقليات والأذهان بتصور للشرعية باتجاهات مختلفة، وخلق صراع وخلق يعني كما نقولوا احنا اضطراب وخلق وجرى ما جرى. كل واحد بغى يمشي على شرعية على حسب الهوى نتاعو اللي كان يمشي بها وكانت موجودة لسنوات عديدة في اثناء الاستعمار. هذا جانب تاريخي. هناك جانب فكري كذلك يدخل في الخلل. يعني احنا باش نفهموا بعض الامور لازم كذلك نفهموا كيفاش يفكر الفرد الجزائري. هذا مهم جدا. الانسان اللي بغى يوصل الى حل نتاع مشاكل
أو يوصل إلى فهم الخال نتاع مشكل، لازم أنه يفهم كيفاش يفكر الفرد الجزائري، سواء كان فرد في الأسرة، كان في موظف، كان رجل سياسي، كان عسكري، كان في أي مكان، كيفاش يفكر هذا؟ إذن كان مشكل في الفكر، في التصور الفكري الجزائري. إحنا الآن لو إنسان يجي ينظر إلى 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 البناء الاجتماعي الجزائري، يلقى ما عندناش قاعدة فكرية نبنيو عليها التصورات نتاعنا. عندنا تشتت، كل واحد ينادي بناه، بدأت من زمان بالبارابول، وراكم تعرفوا البارابول، كل واحد يدير القصعة هذيك الاتجاه معين وراه يتصور ويبني وماشي. لاخر رشيد اليوتيوب، لاخر رشيد الكاسيتات، لاخر رشيد زاوية من الزوايا، لاخر رشيد جامعة وماشي. إذن بقينا في الطريقة متشتين، وكل واحد منغلق، وكل واحد ماشي بأفكار خيالية وأفكار خاطئة ومفاهيم خاطئة، وما تبناش عندنا فكر جزائري، يعني فكر منطقي عقلاني هو اللي نقدروا نمشيو عليه ونبنيو عليه كيفاش نفكروا للأمور والقضايا والمفاهيم وشبه ذلك. هذا بما يخص الجانب الفكري. كذلك كان هناك الجانب السياسي، فيه الخلل الموجود كذلك في الجانب السياسي. احنا مثلا منذ الاستقلال لماذا لا يصدر هناك ولو لسنة أو سنتين تداول على السلطة؟ لماذا؟ هل هو أن طابو محرم في الجزائر؟ لماذا؟ هذا السؤال الذي نطرحه هنا ونطرحه للسلطات الحاكمة، هذه اللي رتسمع فينا. لماذا لا يصدر في الجزائر تداول على السلطة ولو على سنة فقط؟ يعني إذا كان الشرع والدستور يسمح، حنا سيدي الدستور نغيروه وديروه غير سنة وسمحوا، شوفوا الأفكار الآخرين، شوفوا كيفاش يحوشوا هاد الناس، كيفاش يتصوروا الأنظار لبناء الدولة، لبناء شرعية، للمساهمة، للمشاركة. هذا هو يعني هذا الخلل موجود كذلك في الأمر. عدم التداول على السلطة أدى إلى ذلك، أدى إلى عدم وجود شرعية بالمفهوم الذي نتكلم عليه. كذلك الجزائر عندها جانب خاص، اللي هو كما يتكلمون الكثير الوصايا الفرنسية. فنحن نعرف بأن عدنا استقلال بين قوسين، ولكن ما زالت هناك وصايا، ما زالت هناك تبعية لسياسة يعني استعمرتنا من زمان، تريد دائما أن تفرض وجودها بطريقة مختلفة وبإشكال مختلفة. هذا كذلك معروف. كذلك كان هناك الخلل الموجود كذلك اللي هو اللي خلق لنا هذه الأزمة نتاع الشرعية وبقات مفقودة لحد الآن، هي التبعية الفكرية كذلك، والتبعية الثقافية، التبعية الاجتماعية. احنا نعرفوا باللي كل واحد بغي، واحد بغي يكون فرنسي 100%، واحد بغي يكون امريكاني 100%، واحد بغي يكون انجليزي 100%، بالتصورات نتاعو، بالملبس، بالاكل، بالفكر، بكل شيء. هذه التبعية اللي يعني كما نقولوا احنا انتشرت منذ سنوات وزادت وتفاقمت، هذه كذلك تدخل في الخلل اللي هي اثرت في عدم يعني بناء شرعيه خاصه بالدوله الجزائريه. وضف الى ذلك كذلك التعصب، التطرف، الانعزال اللي هو موجود في الجماعات اللي تعتبر نفسها تنتمي الى جماعه دينيه، هذا كذلك يدخل في هذا الطرف يعني. وضف الى ذلك يعني في الخلل دائما الانحطاط الأخلاقي. هذا الانحطاط الأخلاقي الذي نشوفوه في تزايد في انتشار، ولا ما يكونناش ذلك الفرد الجزائري الذي نعتمد عليه كيفاش نكون فعلا شرعية جزائرية، بل نجد أغلبيتهم يسعون إلى التملق، إلى حب يعني يغتنموا الفرص والمناصب، الانتهازيين وكل الناس اللي نشوفوهم. هذا هو اللي هو يدخل في الجانب تاع الانحطاط الاخلاقي، الانتخابات المزوره الغير الشرعيه التي ساهمت كذلك في هذا الامر. كل مره انتخابات مزوره، كل مره انتخابات مزوره، التعديلات الدستوريه الغير شرعيه هذه التي نراها كذلك هي تدخل في الخلل التي دائما تؤخر او يعني تهمش الشرعيه التي نريدها. وكذلك ضف الى ذلك التعديات على الحريات والإقصاء والتهميش في جميع الجوانب. لا
ليس في الجانب السياسي، حتى في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاستثماراتي. نحن نرى مثلا الآن في الجانب الاقتصادي والجانب الاستثماراتي، يعني الفرد الجزائري، المواطن الجزائري مهمش. إن لم تكن من أرباب العمل أو من بطانة النظام أو من العائلة النظام، لا تستطيع أن تفوز بمشروع أو ببرنامج يعني يهدف إلى الاستثمارات البلاد، بل نجده هم فقط أي شيء، هم وهم الذين يقوموا على ذلك ونحن خدام عندهم. يعني هذه بعض النقاط التي أردت أن أشير لها فيما يخص الخلل. الآن فيما يخص الحلول، كيف نأتي بهذه الشرعية؟ ذكرنا سابقا بعض النقاط ربما نعاود نكررها، هو أنه الشرعية دائما أؤكد أنها تبنى مثلما أنك تبني منزل. إحنا نعرف الواحد كي يجي يبني منزل يبدأ بالأساس وشوية بشوية يعاود يدير مثلا الجدران، يدير مثلا الأعمدة، يدير السقف ويعاود مثلا ويبقى شوية بشوية وماشي. ربما تتطلب إلى واحد يعاونه، واحد يعطي فكرة، واحد يعاونه ماديا إلى وقت وما شابه ذلك. نفسها الشرعية هذه هي، لازم تبنى بأفكار، تبنى بتصورات، تبنى بجهود، تبنى بتضحيات، تبنى بحوارات، بنقاشات. ولما تبنى وتكون شيئا فشيئا تبقى سارية المفعول، وتبقى هي الزاوية التي يقف فيها عادة صاحب السلطة. أي إنسان يصل إلى السلطة يقف إلى جانب تلك إلى الزاوية هي الشرعية اللي بناها كل الأطراف ويمشي عليها. ويبقى البرلمان اللي هو برلمان حقيقي هو اللي شرع ودائما يضيف، ودائما لأن قلنا مفهوم الشرعية هو مفهوم متطور حسب الزمان وحسب الكلام المكان وحسب المتطلبات وحسب الحاجيات. هذا ما لدي أن أقول، وأترك الكلمة للإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للأخ نوري. تفضل الأخ عيسى من فرنسا، بقونا النقطتين الأخيرتين. أخ عيسى شغل الميكروفون تاعك. عيسى هل تسمعوني؟ في انتظار عودة الأخ عيسى. تفضل الأخ مولود. نعم الأخ مولود. لاحظت في معظم المواضيع اللي طرقنا بها في إذاعة وطني اللي شاركت فيها واللي سمعتها قبل ما ننضم إليكم، أن كنا الحقول الخلل معظم المواضيع تصب في نفس النقطة اللي هي أقول أن الخلل موجود، أن الدولة الجزائرية عندما تبنات استثمرت في الزرع، استثمرت في الحجر، استثمرت في يعني في الصناعة، استثمرت في التعليم، ولكن ما استثمرتش يعني في الإنسان. نعم. الإنسان اللي الكون يدور عليه، اللي الأرض تخلقت من أجله، ليه لرب سبحانه سخر كل شيء للإنسان، يعني كلش مستجع للإنسان. هذه الدولة قلبت الآية، هذه سخرت كل شيء لشيء آخر، ما يعني ما عدا الإنسان. الإنسان هو الوحيد اللي راه خارج في المعادلة هذه. ولهذا ثقافة الشعب الجزائري ولات ما تركبتش في الذهنية تاعو هاد الفكرة تاع الشرعية، اللي بقت في راسه الشرعية كله مرتبط بالشرع، كل مرتبط بالشريعة الإسلامية. يقولك هذا شرعي، يقولك هذا البيع اللي ندير فيها شرعي لأنه ينسجم مع الشريعة الإسلامية، هذا الزواج شرعي لأن كاين فاتحة وكاين طالب وجا وقرأ القرآن وكذا، هذا كذا وكذا. أما الفكرة تاع الشرعية تاع باش تبني بها الدولة، هذه راهي غايبة عن الشعب الجزائري. لماذا؟ لأن احنا ما قراوناش، احنا في المدرسة مثلا هذا الموضوع هذا ما قريناش عليه، لا في الابتدائي لا في المتوسط لا في الثانوي، فضلا على الجامعة يعني ما كاش الموضوع هذا، ما قريناش بتاتا. انا واش هذا الموضوع تاع الشرعيه ما قريتوش كاع، فلهذا غبت علينا، ما عرفناش كيف الشرعيه هذه، لان هي اساس فيها الدوله. يعني الشرعيه
لما ذكرت انت النقيض تاع الشرعيه ممكن نصحح، انت قلت الشرعيه شرعي، شيء شرعي يقابله شيء لا شرعي. انا نقدر نعطيك الاعتراض الشرعي هي مثلا هي الغموض، هي عدم الشفافيه، لان الشيء اللي ما راهوش شرعي اللي هو الشيء اللي راه مغمض، نقولوا مدفون للناس ما يشوفوش. انسان كيرش، كيرش ما يشوفوش الناس، دائما كما يقولوا صحاب الشرق مبرك، يعني راه كما نقولوا. اما الامور الشرعيه هي اللي تظهر على السطح تبان، في الامور الغير شرعيه هي الامور التي تكون في الباطن، ما يعني ما يشوفوهاش الناس. وكذلك كان يعني الحكم يعني في الجزائر، معظم السياسات اللي كانت تندار في الجزائر كانت امور يعني تجرى بطريقه سريه وما نعرفوش عليها، ما نسمعوا عليها والو، ناهيك على انه يشاورونا ولا مثلا ياخذوا راينا ولا نعطوهم راي. فلهذا الثقافه هذه ما نكسبوهاش حنايا، ما كسبناهاش، ما قرينا عليها، ما تحدثنا عليها في المنزل، ما لا في المساجد الشرعيه الدوله، من عند الشعب الجزائري غايبة. الحل هو أن نقلب الأوازن، أن الشعب الجزائري والإنسان الجزائري يجب عليه أن يتقف يتربى على هذا الشيء. مثلا إذا تعاهد مع إنسان على شيء وداروا وثيقة، إذا واحد انحرف يتحكموا الوثيقة هذه الشرعية. عندهم دوس دور يديروه مبداتهم، مثلا حنا هاد الجماعة تاعنا هادي، انت مثلا تعطينا الموضوع، ديرنا الموضوع ونتفقوا على الاسس ديالو. اذا بقينا شادين في الموضوع هادو حنا رانا في شرعية الموضوع، اما اذا خرجنا منه انت تقول لا راك خرجتوا من الموضوع، اذا يبقى النقاش لا شرعي. لماذا؟ لانه خرج على الموضوع، ما عندوش مع الموضوع. وهكذا تبنى الشرعية، تبنى بالشفافية. الأمور اللي ما تكونش فيها الشفافية هي الأمور الغير الشرعية. أنا هذا تصوري، وهذا ما عندي. واش تقترح؟ موضوع يعني حقيقة أنا ما أنا شخصيا ما عنديش ما قريتش عليه، يعني لولا اطلاعي هكذا في بعض الامور هكذا ما كنتش نعرف شرعيه الدوله، يعني كيفاش الدوله تكون عندها شيء يعني الشرعيه وتكون يعني محترمه، يعني نعم. يعني مؤخرا فقط. نعم، شكرا نشكرك على شكرا الاخ مولود من الجزائر. الاخ عيسى من فرنسا، تفضل. الاخ عيسى، السلام عليكم مرة ثانية. وعليكم السلام مرة ثالثة. بالإضافة لنردين بما تقدم به الأخوة مشكورين فيما يخص الموضوع الشرعية، أنا أقول أن هي مجموعة من التراكمات التاريخية، يعني من استعمار واستدمار لدم 32 سنة إلى ثورة تحرير العظمى إلى عشرية حمراء إلا إلى أن وصلنا إلى ما لا تحمد عقباه وهو تغول أصحاب المال الفاسد حاليا. إذن هي مجموعة من التراكمات. لا. الخلل فينا كلنا يا نوردين. لا. من أبسط عامل إلى أعلى مسؤول، يعني الخلل فينا ولكن تختلف درجة المسؤولية، هي مسؤوليتنا الجميع. مسؤولية الكل، لأنه في أغلب الناس يقول لك السلطة صدع لبان لبلي سلطة، ولكن حتى الجمهور أو الشعب عنده نوع من المسؤولية في كل المراحل وإلى ما وصلت إليه. هذا الخلل في 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 كل شيء، إلى أن وصلنا إلى تدهور أو التعفن الحالي. بالنسبة للحلول، لا بد من طرح الأمور إلى نقاش وإلى حوار هادئ حول الهوية الوطنية. نوردين في 2016 مازلنا نتحدثوا على الهوية الوطنية وعلى الشرعية وعلى أمور. ناقشنا الموضوع هذا الأخ عيسى، موضوع نعم. تاع الهوية ناقشناه، الإدارة تاع الوطني. نعم. لأنه لابد من وضع إطار حوار هادئ للخروج
إلى بر الأمان وإعطاء السلطة، لأن السلطة هي مفروض تكون سلطة الشعب. هذه المدسرة في كل الدساتير 62 اليوم نلقاها في الدستور، ولكن فعليا ليست هناك سلطة للشعب. لأنه حتى كلمة ديمقراطية معناها أن سلطة للشعب أو عبر ممثل آخر. إذن لابد من وضع مضامين جديدة وحوار هادئ، ونخرج نخرج بنتائج مجموعة، يكون فيها مجموعة من الخبراء إلى آخره، وتكون مصارحة بكل المواضيع للخروج بالجزائر إلى بر الأمان إن شاء الله. هذا ما نفعله. بارك الله فيك. الله يسلمك، شكرا الأخ عيسى. الأخ أمين، بقوا النقطتين الأخيرتين هذا، واش تقترح أنت من حلول؟ تفضل الأخ أمين. الحلول أخي نوردين لازم احنا نغيروا في الذهنية، ابتداء من المواطن البسيط إلى الحاكم اللي هو يعني هو من المجتمع. في الموضوع نتاعنا الأخ أمين نتاع الشرعية، يعني على جل باش تعاود ترجع الشرعية الشعبية والشرعية السياسية والشرعية الدينية وشرعية الأخرى، شرعية القانونية، شرعية الدستورية، هذه الأمور، هذه الشرعيات هذه كيفاش هي باش تعاود ترجع في الجزائر؟ يعني مثلا تقدر تجيب لي مثلا قال واحد هو يدير الشرعية الدستورية وهو راه دخل بالرشوة، يقدر هو يدير لك شرعية دستورية في البلاد؟ مستحيل، يعني الفاسد يبقى فاسد. كيفاش باش نرجعوا الشرعية هذه في البلاد؟ احنا رانا عارفين باللي دوك احنا من خلال هذا التشخيص هذا، من خلال الشيء اللي رانا نقدموا فيه، من انه ما كان شرعية، كيفاش باش نديروها؟ شوف اخي نور الدين، لازم احنا نغيروا الذهنية تاعنا، يعني باختصار لازم احنا نترباو كما يقولوا، ولازم نخافوا ربي سبحانه وتعالى في نفوسنا، ونخافوا ربي سبحانه وتعالى في الوطن تاعنا، ما نبقاوش نتمشاو باللي مثلا انا كي نطلع للسلطه اي هذا نور الدين بن عمي، ونطلعوا في السلطه والاخر ما نعرفوش، خليه في المكان تاعو. كل اليوم مثلا النظام الجزائري كيفاه راه يعين الناس في المناصب تاعهم؟ ما يعينهمش على اساس الشهادات العلميه تاعهم، اليوم يعينهم على اساس الوزن تاعهم في المجتمع. اذا كان شخص مثلا عنده عرش قوي في جهه ما، يا اما يعينه وزير، يا اما يعينه سفير، يا اما في مجلس الامه، ليس من اجل سواد عيونه، وانما يشوفوه ورقه انتخابيه، يعني يشوفوه نوع من المسكنات، يعني يسكنوا به منطقه. اذا يعني كما نقولوا قال مثلا نجيبوا واحد شاوي باه الشاوي نهار واحد اخر يقولوا راه عندنا بن عمنا في الحكم ما يتحركوش، نجيبوا واحد امازيغي قال به مثلا القبائل قال راه عندنا واحد بن عمنا ولا زوج في الحكم. الناس اليوم وخاصه في وقت بوتفليقه اليوم، الناس راهم يتعينوا على اساس واش تسوى عندك في المجتمع، يعني يشوف واش كاين من وراك، ما يشوفش واش راك حامل الشهادات. مادام ما تربيناش ومادام ما خافوش ربي سبحانه وتعالى في يعني في الوطن وفي نفوسنا، مستحيل باه ترجع الشرعيه. ومادام الشعب مسلم الوطن تاعو للخونه كيما كنت تحكي، مستحيل الخاين باه يؤتمن. مادام الشعب مسلم الوطن تاعو للخونه والمجرمين، مستحيل باه ترجع الشرعيه بالجزائر. ومادام احنا يعني فئه من الشعب كبيره ما تربيناش وما تحضرناش في العقليه تاعنا، مستحيل باه ترجع الشرعيه بالجزائر. هذا ما عندي ما نقول لك. نعم، شكرا الأخ أمين من تيرت. الميكروفون من فضلك. نعم، من فضلك الأخ أمين الميكروفون. المهم الحاول هو أنه نزيد أنا نضيف بعض الكلمات فيما يتعلق بالموضوع تاعنا حول الشرعية في الجزائر. فيما يتعلق بالنقطة نتاع أين الخلل، الخلل كما قالوا الإخوة، الخلل المتراكم ولات فيه اختلالات موجودة في المجتمع، مش خلل واحد، اختلالات موجودة، يعني في القضاء موجود، في الإعلام موجود، في السياسة موجود، في الإدارة موجود، في الدعوة موجود، في عند الشعب موجود، في الرياضة موجود، في المؤسسات المختلفة موجود، في الجيش خاصة في الجيش خلل موجود. إذا كان بالاعترافات هذه اللي رانا نسمعوا فيها هو انه ضباط اخترقوا الجيش ووصلوا للقيادة، صار منهم الوزير تاع الدفاع، وصار منهم
الرئيس الديوان نتاع رئاسة الجمهورية وكذا، يعني درك هاد الناس راهم مفرخين، هذو مو مش وحدهم، هاو اخرتها اخرتها يا اخي. كنا نسمعوا باللي راه قياده الجيش وراهو كاين وكاين وكاين، ها ابن غبريط البرح فصفص مع طرطاك في شرجال، كاش مازالكم كش ما تفسير واحد اخر. اذن المساله هذه هي تراكمات، تراكمات راها وصلت البلاد لهذا العدم نتاع الشرعيه هذه، تراكمات كما كان يقول الاخ عيسى جايه من الاستعمار وجايه راها تفرخ برك. درك حنا اذا كان حبينا على جال باش نعاودوا نديروا شرعيه في البلاد، لازم هذا الخيرين في البلاد يعملوا، وبدون مشروع مجتمع. انا هني قلتها شحال من مره، والله تروحوا تطلعوا للسماء تهبطوا الارض، والله تقعدوا 400,000,000,000 سنه والله ما تتحرك حاجه في البلاد دون مشروع نتاع مجتمع توافقي تتوافق عليه الناس، ويحدث حوله حوار، ويحدث حوله نقاش، وتناقش الناس كيف ما كانوا يقولوا الاخوه بشفافيه، ويتقدموا اهل الكفاءه واهل النزاهه اهل الاخلاق، والله حاجه في البلاد ما راح تتغير. لا يمكن هو ان تغير الناس تغير في البلاد بالسراق، لا يمكن هو انك تغير في البلاد بالمتنطعين بالانتهازيين بالمجرمين بالجهله بالحاقدين بالحاسدين، لا يمكن هو انك تغير في البلاد اذا كان ما كانوش الناس فعلا يريدون اخراج هذه البلاد من الازمه نتاعها. اذا هذه التراكمات راها رايحه تؤدينا الى فوضى عارمه. اذا راكم تشوفوا دوك في الفوضى، انا راني تحدثت مع ناس يهبطوا للبلاد يقول لي انا ما عرفتش نسوق، كنت نمشي انا في الانجليز ولا كنت نمشي في فرنسا ولا في المانيا ولا في الامريكان، ولا نهبط البلاد شغل قفزي فوت في الطريق، لا فروج لا ستوب لا والو، اعفس ومشي قفزي فوت، تروح للمطار القفزي فوت، في الميناء القفزي فوت. هذه هي المعرفة الرشوة يعني وصلت الناس، هو انه يروح يجيب واحد عقد زياد في البلدية لازم له معرفة، شوف واحد يعقبك وين رانا ماشيين. اذا درك هذه الفوضى اللي راها موجودة، هذا العمل بغير القانون اللي راه موجود من فوق لتحت، هذا راه نتيجة نتاع تراكمات. الشيء اللي لحقنا ليه درك راها نتائج والبداية نتاعها، والله العظيم اذا ما سارعش الشرفاء على جال باش ينقذوا ما يمكن انقاذه، والله العظيم يا الشي اللي يشوفوه غير يعلم به ربي. هاكم تشوفوا دوك الان في سوريا، راكم شفتوا بعض الفيديوهات وبعض الصور وين انه صاروا الناس ياكلوا في اللحم نتاع بعضهم، ياكلوا في الكبود نتاع بعضهم، لماذا؟ النتيجه نتاع الحقد. والشي اللي راهو صاري في البلاد كيف كيف، كاين ناس شرفاء كاين ناس مخلصين، نحن لا نعمم، ولكن راكم تشوفوا الان الولادات هذه غير الشرعيه بالالاف ومئات الالاف، الحركه بالالاف، الناس اللي راه عندهم الشهادات المزوره بالالاف، الناس اللي راهم يخدموا في الشرطه بغير القانون بالالاف، دخلوا بالرشوه بالالاف في الجيش كيف كيف، هو وين راكم رايحين؟ دوك اذا كان حابين نبنيو دولة نتاع قانون، دولة نتاع حق، دولة نتاع اسمو، لازم يحدث حوار، لازم يحدث نقاش دون مشروع مجتمع، رانا ماشيين للحيط. هاكم شفتوا الاحزاب اللي كنا نقول لكم في وقت سابق من انه راهم مدينكم للواد، والشي اللي راهم يبيعوا لكم فيه راهم يبيعوكم في الاوهام، هاكم صرتوا تشوفوا فيها راي العين. لما كنا نقول لكم غير فقط منذ سنتين كان منكم اللي الكلام تاعنا يعتبر فيه باللي راهو تثبيط، راكم تشوفوا الان فيه راي العين، صح ولا راني غلط؟ من اخر التصريح هذا نتاع جليلي سفيان، هاكم شفتوا صرتوا تشوفوا فيه راي العين، وما زالكم تشوفوا
دوك يعنوا على الانتخابات التشريعيه وتشوفوا الناس اللي كانوا يديروكم في الوعظ وفي الارشاد في القنوات الفضائيه المختلفه تشوفوهم على رؤوس القوائم وتفكروا الكلام تاعنا. حوسوا على تغيير حقيقي مش تغيير وهمي. نحوسوا على بناء دولة نتاع مؤسسات، دولة نتاع حق ونتاع قانون، ويالله نتعاونوا وهذا الناس الشرفاء والناس المخلصين والناس اللي راهم يبكيوا على الجزائر يد في اليد، حتى إذا كان راهم أقلية في هذا المجتمع. هذا الناس يديروا اليد في اليد، ما يحطوا البرلمان نص صوب العيون تاعهم، ولا الرئاسة ولا البلدية ولا البريستيج ولا الإشهار ولا الأبهة، يحطوا فقط صوب الأعين تاعهم هو خدمة البلاد ورسم معالم للأجيال تاع المستقبل. كيف ما ضحوا الناس عربي بن مهيدي ومصطفى بن بولعيد وعميروش وزبانة وكذا، لازم أسماء جديدة هما يضحيوا بالأنفس تاعهم ويضحيوا بالأموال تاعهم ويضحيوا بالوقت نتاعهم باش يقدموا خدمة للأجيال وينتظروا الجزاء نتاعهم الأول والأخير من عند ربي. إذا كان ما كانش هذا الرجال غير سي بالابان تطمحوا بالتغيير ولا حاجة تبدل في البلاد. اللي راهو يفكر في البرلمان ويفكر في الرئاسة يفكر على روحه، التغيير ما راهوش رايح يحدث. هاو الكلام نتاعي مسجل، رانا اليوم سبت 4 جوان 2016. تغيير ما يحصلش، تغيير يحصل بالايادي النظيفة ويحصل بالقلوب النظيفة، خاصة القلوب النظيفة. يقدر واحد يكون يده نظيفة ولكن قلبه خامج، قلبه معمر بالقيح. القلوب النقية والقلوب النظيفة هي الاولى قبل الايادي النظيفة والعقول النظيفة. تقدر واحد تلقاه يده نظيفة ولكن العقل نتاعو موسخ، ما عنده لا أفكار ولا عنده تصورات ولا عنده كذا. إذن لازمنا عقول نظيفة ولازمنا قلوب نظيفة ولازمنا أيدي نظيفة وأعراض نظيفة. إذا كان هذو اجتمعوا ولقينا هذا الرجال، المعجزات راح تصرى في البلاد. هذه هي الكلمة نتاعي باختصار باش نرجعوا شرعية في البلاد. أتمنى هو أن رانا أفدناكم. كاين برنامج غدوة حول الأحداث نتاع جوان في الجزائر والتغيير، إذا كان عندكم الوقت أرواح وشاركوا معنا. الإخوة اللي راكم تسمعوا فينا أيضا بإمكانكم هو أن تشاركوا معنا. نلتقي إن شاء الله يوم الغد، إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكل الإخوة اللي كانوا يشاركوا معنا، أخ نوري من إسبانيا، الأخ مولود من الجزائر، عيسى من فرنسا، الأخ نبيل من وهران، شريف من غردايا ولو أنه تخلوا خرج، الأخ أمين من تيارت، الإخوة أيضا اللي راكم تسمعوا فينا من عدة دول، ربي يبارك فيكم جميعا. شاركوا معنا مرة على مرة، فرحونا، سمعونا الأصوات نتاعكم. نلتقي إن شاء الله إذن يوم الغد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. وفيك بارك الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع. حد مين؟ نعم من أجل مساعدة وطنية. حد مين؟ شيء أدو وطني.